أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا الأخ أحمد دنانة، والأخ أحمد غني عن التعريف صراحة، كان معنا بحلقتين سابقتين وهي الثالثة، وأنا كثير سعيد بوجوده. خلونا نرحب بالأخ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. اهلا اهلا بيك اخ جون، انا مبسوط ان انا موجود معك النهارده. اهلا بيك. تسلم حبيبي تسلم. اليوم انت مسوي لنا جو جديد، شو قصة البرواز الحلو الحيطة؟ والله اصل اللابتوب دوت ابني برضو بيستخدمه، فهو اللي عمل الحركات دي، فانا لما باجي اتواصل معاك يعني بيكون اوريدي السيتنجز بتاع الكاميرا كده، يعني انا حاولت حتى اشيلها بس ما عرفتش. لا لا لا، خليها حركة جديدة وجميلة بصراحة، يعني رائعة. أحمد، طيب نحن حطينا موضوعنا الإسلام بين المنطق والإرهاب، بالظبط. والله أنا بس احكي لنا هيك شوي يعني بكلماتك، ليش اخترت الموضوع هذا الإسلام بين المنطق والإرهاب؟ يعني ليش بدك تحكي بهالموضوع هذا؟ تفضل. الموضوع ده لأن الإسلام بقى أو المسلمين في بلادنا العربية بقوا مستفزين زيادة عن اللزوم، بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي. هم شايفين إن هم يحتكروا الحقيقة، وإن الإله بتاعهم ومحمدهم حقيقة مطلقة غير مشكوك فيها، ويعني ستبرن، يعني هم ومعندين، يعني ما عندهمش حتى الشجاعة ولا ان هم يتناقشوا ويفهموا احنا عايزين نقول ايه، ويفهموا ليه احنا شككنا فيه في الدين دوت، وايه اسبابنا. لا، هم شايفين ان هو ده، هو كده، وانت هتخالفني انا هاخد منك موقف عدائي، والموقف العدائي ده قد يصل الى حد الاذى والقتل، زي ما حصل مع اخونا اللي توفى في اليمن عمر. عمر، فانا شايف ان احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده ونوضح اكتر ان الدين الاسلامي دين غير منطقي، وعندنا اسبابنا، وهنقول ليه احنا شايفين ان هو دين غير منطقي. طيب خلينا نبدأ بالمنطق، يعني على الإسلام والمنطق. برأيك شو هي النقاط اللي تخلي الإسلام يفتقد المنطق؟ شو هي الأشياء الرئيسية اللي تخلي الإسلام غير منطقي، دين غير منطقي يعني؟ لازم عشان نوضح الصورة، لازم نفترض او نحط فرضية ان في اله، مع ان انا لا اؤمن بوجود اله، بس هنقول لو على فرض ان في اله خلق هذا الكون، هل هذا الاله هيميز ناس عن ناس؟ بمعنى، هل هذا الاله هيختار فئة من الناس معينة تتحدث لغة معينة ليها شكل معين ويميزهم عن باقي البشر في الكرة الأرضية، ويقول لهم انتوا اللي هتخشوا الجنة، وانتوا اللي انا اخترتكم تكونوا حبايبي وهدخلكم الجنة، والباقي ده كله كافر، والباقي ده كله هعذبه؟ طبعا ده كلام غير منطقي. لو في إله، انا شايف ان الإله قادر ان هو يخلق البشر بسوفت وير كده في دماغهم، زي ما بتيجي تصنع جهاز الكمبيوتر كده، بتحط فيه السيتنجز اللي انت عايزها، عايزه يشتغل بالطريقه الفلانيه. الاله قادر على هذا الشيء، يعني لو هنقول ان في اله، هذا الاله قادر ان هو لما طفل يتولد بالتعليمات اللي الاله عايزها، صلي، صوم، اعمل، سوي. انما الحقيقه ان انت لو في طفل اتولد وانت ما لقنتوش الدين، سواء مسيحيه او اسلام او اي ديانه، ما لقنتوش وعلمته، هو يطلع على فترة الإلحاد، لا هيقول إن في إله، ولا هيفكر في الموضوع ده تماما. ده هو إحنا اللي بنغذي الطفل بالمعلومات ديت، وبنقول له أنت اللي صح والباقي ده كله غلط، وأنت اللي هتخش الجنة والناس دي كلها تخش النار، وإحنا اللي بنربي إرهابيين وبنطلع إرهابيين، ونطلع ناس عنصرية كارهة الاختلاف. فطبعا الثقافة دي لازم تتغير، ولازم يفهموا إن ده غلط، يعني واخد بالك. بالضبط بالضبط، يعني هي في أشياء كتير بصراحة أحمد يعني غير منطقية، يعني لا، انا لسه هنسرد حاجات كتيره جدا.
يا ريت يا ريت، يعني على الاقل تعطيني واحد اثنين ثلاثة. الاخ احمد اظن انقطع الخط بيناتنا، فانا بتمنى الاخ احمد يرجع يتصل فينا. طبعا انا راح ابعث له رسالة اقول له رجع اتصل فينا. كثير على الانقطاع المفاجئ يعني، بصراحة مو متوقع نهائيا من يحصل. يعني اشوف اذا الاخ احمد معنا. لا لسه مو معنا، فانا راح ابعث له رسالة سريعة جدا. الاخ احمد رجع. اخي احمد انت معنا؟ نعم الصوت شوي. تمام سمعني. سامع. فالمهم طبعا في الاشياء غير منطقيه عديده يعني كثيره جدا. يعني مثلا صوتك بس ترفعه شوي. اوكي كده سامعني كده الصوت واضح. اوكي طبعا اختيار الاله لفئه معينه من الناس ده شيء غير منطقي. الاله ان هو يختار شخص معين من البشر ويديله الصلاحيات دي كلها، ان هو ينكح النساء وكما طاب له من النساء دونا عن باقي البشر، طبعا ده شيء غير منطقي. المعجزات في الخفاء ده شيء غير منطقي. ما ينفعش ان انا اجي اقول يا جماعه انا بالليل قمت من الليل وانا نايم والناس كلها نايمه وعملت المعجزه الفلانيه وطرت في السماء والحمار ابو جنيحه جالي والحاجات دي. ده انا عايز لازم توريني اشوف فيس تو فيس. لازم لو انت فعلا عندك معجزات لازم الناس تشوفها، مش بالحكاوي انا اصدقك ازاي. زواجه من طفله شيء غير منطقي. يعني لو تبص لحياته كلها تلاقي حياته كلها زواجات 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 زواجات. يعني هو الموضوع ايه يا جدعان بالظبط؟ هل هي رساله ولا زيجات؟ وبعدين القتل والعنف اللي في الاسلام، ولا تسلم لا تطير رقبتك. هو لو في اله، الاله هيرضيه الكلام ده؟ او هيوافق على حاجه زي كده؟ يعني لو فرضا في اله، هل الاله هيميز ناس ويديهم صلاحيات ان هم يقتلوا بقيه البشر المختلفين معاهم؟ طبعا ده كلام مش مظبوط، كلام ما يخش العقل. يعني هم بقى رافضين ان هم يسمعوا ورافضين النقاش، وهو كده وانت ما ينفعش تتكلم في الدين لا 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 لا، انت عنصريتك دي اللي مودياك في داهيه. انت لازم تفهم ان في ناس مختلفه معاك ولازم تتقبل الاختلاف. انا هي مش مقتنع بدينك، انت عايز ايه يعني؟ ايه مشكلتك انت مع نفسك؟ انما انت ما تفرضش عليا حاجه. ففين فين المنطقيه في دين زي ده او غيره؟ والمسيحيه غير منطقيه واليهوديه غير منطقيه، واخد بالك؟ يعني يدعوا اليهود ان موسى شق البحر، فين الكلام ده في الاثارات الفرعونيه؟ الفراعنه ليه ما كتبوش على الجدران بتاعتهم قصة موسى وشق البحر؟ يعني هم ما خلوش حاجة ما كتبوهاش. مينا لما وحد القطرين كتبوا القصة، مش عارف كليوباترا كتبوا قصص على الجدران في مصر عندنا. ليه فين قصة موسى؟ ليه مش مكتوبة؟ واخد بالك؟ يعني مما لا شك فيه ان الديانات كلها ديانات غير منطقية وليس لها اساس من الصحة، كلها من صنع البشر ومن صنع الانسان، واخد بالك؟ وان لم الدول العربيه ديت والمجتمعات العربيه دي لو مش هتحط الديانات دي جانبا وتتجه للعلمانيه، عمر ما حالهم هينصلح ولا عمر هيكون في يعني تقدم او حاجه زي كده. مش هيفلحوا يعني، واخد بالك؟ هيدنها الدنيا فاشله معاهم كده. وصراع على السلطه وصراع على الحكم والقتل باسم الدين وباسم الاله، ولا في اله ولا في احزانون، كلها تهيؤات. اظن اذا بتقدر ترفع اللاب. هو انا بحاول بس انا ما شحنتوش، قطع شحن مني، فانا بحاول دلوقتي بحاول دلوقتي. يعني ماشي، لو تديني 3 دقايق انا بشغله اهو. ماشي 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 اوكي. افصل معناته بس تتأخر عليه. لا 3 دقايق 3 دقايق. ماشي يلا.
طبعا نعتذر اصدقائي العطل اللي صار مع الاخ احمد هو الشاحن، فانا كنت يعني بتمنى من الاخ احمد لو مجهز حاله قبل مجهز الشاحن ومجهز اللابتوب. على كل حال يعني مثل ما شايفين يعني مثل ما قال الاخ احمد يعني الاسلام ما فيه منطق، هو كل الاديان ما فيها منطق، يعني الله هذا منطقيا خلينا نقول كل الاديان مو بس الاسلام. يعني اليوم مثلا المسيح يسوع الدلوع بقول لك الله بيحبك، جيزس لافز يو، بطيخ بيحبك وما بعرف شو بيساوي لك. طيب اوكي بيحبني، انا ما بدي احبه. يعني هل من المنطق من العقل انه اذا انا ما حبيتك تحرقني الى ابد الابدين، تعذبني الى ابد الابدين؟ لشو؟ لانه ما حبيتك. شو هالحكي هذا؟ لا، وشو القصه انه انت كاتب علي ما احبك؟ يعني اعطيني عقلك، بس اعطيني عقلك. اله الاسلام بيقول لك خلقت الانس والجن ليعبدون. طيب ما عم بعبدوك، معناته انت كذاب. كيف خلقتهم ليعبدوك وما عم بعبدوك، وانت كاتب عليهم انه ما يعبدوك؟ يعني مثلا انا ملحد ما عبدتك ولا يوم الايام، ماشي، وانت كاتب علي انه ما اعبدك ولا ساعه واحده، وبدك تيجي تحرقني لانه انت كاتب علي ما اعبدك؟ وين المنطق؟ وفرجيني يا، اعطيني يا، بس فهمني يا مسلم يلي تبعق وبتزعق في سبيل هذا الاله المعتوه السادي. يعني لا منطق عند هالاله كل الالهه، ولكن الاسلام بشكل حصري الكارثه في هذا العصر. يعني الاديان البقيه انتهى وقتها، انتهت مده صلاحيتها، صاروا يحطوها للزينه مثل المسيحيه ولا اليهوديه ولا الخرنفاشيه ولا البطيخيه، كلهم صاروا للزينه. يعني المسيحيه صارت للزينه لا اكثر ولا اقل، بس الاسلام طالع من العصور الوسطى من هالظلام هذا، واليوم جاي يفرض حاله شو؟ دين العقل. لا، وبكل بجاحة بيقول لك دين العقل. أين العقل؟ هل العقل بيقول لك مثل ما قال الأخ أحمد يطلع وكل الناس نايمة وهو يجي في الصبح يقول لهم يا جماعة أنا والله جاني جحش طائر نطيت عليه وصلت لعند الله؟ هل الجحش الطائر هذا وصلك لعند الله؟ عم تضحك احمد؟ على كل حال اصدقائي، انا بعد شوي راح نفتح السكايب طبعا، وانا بتمنى منكم مشاركاتكم يعني، ويعني تغنون الحلقه هاي بنقاشات المنطق الاسلامي هذا، المنطق الخرنفشائي يعني بصراحه ما له تسميه نهائيا. طب احمد نشوف، خلينا بس انت بعثت لي فيديو، نشوف الفيديو ونبدا بمساله الارهاب، ارهاب طبعا. الناس يعني تفضل خلينا نشوف الفيديو اول شيء. تفضل بس اطالع الفيديو، اسف كثير. في حدا ولا يرفع سلاحه في وجه حدا، ان حدا اعتدى عليه بنعتدي، ما عدا ذلك
خلاص سوية سلمية سلمية. لا، هناك ادعوهم الى ثلاث خصال، فاذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم اسلام، جزية، فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوا، قاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم، فليسمعها العلماء، فاستعن بالله وقاتلهم. متى؟ عندما يقاتلونك؟ لا، عندما يرفضون تطبيق، عندما يرفضون دخول الإسلام، ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية، تمام؟ عندها لا معنى لبقائهم، متنعمين في هذه الحياة الدنيا، يأكلون من مال الله ويكفرون به، لا، غصب عنهم من أن يخضعهم لسلطان الله، ولا نكرههم في الدخول في دين الله. يا سلام يا سلام. غصب عنهم، امال ايه؟ بالعافيه، بالإرضاء. تفضل احمد، معك الميكروفون. يعني هو يعني الراجل ده متناقض جدا، يعني هو في بدايه كلامه يقول لك لا تعتدوا، لو حد اعتدى عليكم ابوا اعتدي عليهم، ما حدش اعتدى عليكم خلاص احنا ما نعتديش على حد، وبعدين رجع غير كلامه في نفس اللحظه. واخد احمد، بالك؟ اظن 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 هو كان عم بيحكي على علماء اخرين انه في هذا العصر يدعون يعني انه بس فقط اذا اعتدوا عليكم. هو عم بحكي على علماء اخرين، ما عم بحكي على شخصه هو، مو رايه هو. هو رايه انه قاتلهم ان قاتلوك وان لم يقاتلوك. عايزها دم يعني وذبح وبتاع. بالضبط. طيب يعني هل هو شايف ان يعني هو قادر على الاعتداء والاخرين غير قادرين؟ يعني طب ما انت برضو احنا ندكك، يعني انت مين انت يعني؟ يعني انت شويه جماعات ارهابيه، قبائل غجريه ارهابيه تسكن الجبال والصحاري، يعني واحنا هنا في امريكا بزراير ننهيكم يعني. بس يعني مشكلتنا ان احنا ما ندرك معنى الانسانيه، ومش عايزين نخلص على شعوب نهائيا، يعني من نقتلعهم من جذورهم يعني، انما قادرين على ذلك. اللي يهدد امننا القومي وامننا الوطني قادرين ان احنا نرضعه ونقف عند حد. هو انت بس يعني انت فاكر عشان انت يعني كتابك فيه ارهاب وبتاع، احنا ما نعرف برضو ازاي نتصرف مع الاشكال الوسخه اللي زيكم يعني، مش مشاكل يعني. ده حاجه غريبه قوي، ده ناس غريبه قوي. ايه يعني انت عافيه يعني؟ انا مش فاهم يعني هو يعني الراجل ده مجنون، ولا ده بيشم كل ده، ولا ضارب كراك، ولا ايه نظامه يعني؟ انت عايز ايه انت بالعافيه يعني؟ يعني ايه عافيه؟ بلطجه يعني؟ ده حاجات غريبه يا راجل، حاجات استفزاز وحاجات غريبه يا راجل. بلد جايب لنا دي اشكال نشوفها في الفيديو يا راجل، هات لنا حاجه نتفرج عليها. غريبه بصراحه. بصراحه هو مثل ما قلت يعني، خارج من العصور الوسطى وشغل عنتريات وهلا خزعبلات هي يعني. مش عارف حجمه يعني، هو مش عارف حجمه يعني، يعني هو مش عارف حجمه ايه. ده شعوب مش لاقيه تاكل يعني، شعوب مش لاقيه تاكل. انت بتتكلم في ايه؟ انقسامات وحروب اهليه ومجاعات وامراض، ولولا المساعدات الدول الكبيره الناس دي تنتهي تماما، الناس دي يعني ما عايشه بالعافيه كده. انت بتتكلم ده الكلام على قده، ولا انت بقى ايه تعتمد على 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 على, على الخداع، ان انت تلبس واحد حزام ناسف وتدخله جوه سيما، تدخله جوه مطعم يموت الناس اللي ملهاش ذنب، ده اللي انت بتعتمد عليه يعني الوساخه والخداع؟ ما تواجهني جيش لجيش، وريني انت جيوشك فين. انت ما هي بقى الموضوع بقى ده تحدي بقى للكفر امام هؤلاء ما يسمون نفسهم المؤمنين المسلمين اللي هيدخلوا الجنه، واحنا الكفار يا عم. انا راضي، انا هلعب بالقشاط الاسود وانت القشاط الابيض، واجهني جيش لجيش، وريني جيوشك فين، تعالى نتعارك، عايز نتعارك تعالى نتعارك. انما وساخات وقذرات وسفلات، ارهاب ووساخه وخطف شباب عزل ابرياء وقتلهم، وغسيل دماغ لشباب جاهل، شباب فقد الامل في الحياه، تغسل له دماغه وتقول له هتخش الجنه وتتجوز 72 حوريه وتلبسه حزام ناسف وتدخله على الناس قاعده بتتعشى في مطعم يموتهم، ولا ناس واقفه تتفرج على الماتش يموتهم، ولا ينزل دي قذاره. انت قذر وسخ وسخ، مفيش لفظ اكتر من كده الواحد يعبر بيه عن وسختكم يعني. الحقيقه وسخ بلا شك اخي احمد، بلا شك. والمصيبه المصيبه يعني، يقول العلماء
يعني لك اين العلم؟ بس بدي افهم وين العلم. علماء شو انتوا؟ علماء شو؟ علماء بول البعير، نكاح النساء، الخراء في الاسلام، وكيف تستنجي بالزلطه، مش هو ده العلم بتاعهم؟ فين العلم؟ ماذا يعني ماذا قدموا للبشريه؟ ايه الناس دي قدمته للبشريه ينفع؟ مفيش حاجه. ده حتى علمائهم ابن رشد وابن سينا والناس دي اللي هم بيدعوا ان هم دول العلماء كانوا ملاحده، ما كانوش يؤمنوا بمحمد ودين محمد، واخد بالك؟ يعني انتوا ايه اللي انتوا عملتوه للبشريه؟ احنا خير امه اخرجت للناس، احنا خير ام على ايه؟ على ايه؟ اديني اماره على الكلام ده. يعني انت بق بس تتكلم بس، انا عايز امارات. انت بتقول ان انت خير امه، خير امه بناء على ايه يعني؟ بناء على الارهاب والقتل اللي انت بتعمله؟ بناء على ايه انت خير امه؟ البشريه استفادت من امك في ايه؟ نيم وان، وان ثينج، وان ثينج. nothing man. هم ناس فارغه، ناس فاضيه، خاويين، يعني هم خلاص. يعني عارف لما يكون واحد بيموت بيحتضر عيان والمرض خلاص تملك منه وبيموت. ثوره الالحاد اللي ظهرت دي بسبب الانترنت والمعلومات والعلم مفتوح للناس كله دلوقتي، انت تقدر تاكسس اي معلومه انت عايز تعرفها وانت قاعد بالجوجل في بيتك. فثوره المعلومات دي خلت الناس، الشباب بالذات الصغير الاجيال اللي طالعه، مخها يتفتح، واخد بالك؟ والموضوع الاسلام ده والدين ما بقاش منتخب بالنسبه لهم امور، وبقى في كتير ملاحده، ما احنا على الفيسبوك وبنشوف، واخد بالك؟ الموضوع ده مجننهم، رهبهم، خايفين، ما هو مش عارف يواجه الحقيقه. دلوقتي في حقائق قدامه وعلم بيواجهه، هو مش عارف يرد يقول ايه. تغرب في عين حمأة وكلام غير منطقي، وينكح ما يشاء من ان اراد ان يستنكحها، مش عارف كلام، يعني كلام رسول ايه وإله اللي بتتكلم عنه يا عم الحاج؟ كلام كلام منطقي. وبعدين انت لو مش منك اذى، يعني انت لو بتؤمن بهذا الهراء مع نفسك ولا تفرضه على غيرك، احنا مش هنتكلم عنك اصلا، ولا اصلا عايزين نجيب سيرتك، لان انت لا شيء، انت زيرو، nothing nothing. انما لما انت تشكل بقى خطوره وتهديدات وارهاب وتدمر دول، لا، لازم نقف ونتكلم عنك وننتقدك ونوري الناس قد ايه انت بشع. انما خليك كده في حالك، يعني احنا ما بنتكلمش على واحد سيخي مثلا، ولا بنتكلم على واحد هندوسي، ولا ناس في حالها، ناس ليس منها اذى، الاذى كله جاي من عندك، الشر منبع الشر انت ومعتقدك، واخد بالك؟ منبع الشر انت ومعتقدك. ونحن لكم بالمرصاد، نحن لكم بالمرصاد، هنكشفكم كده، نعريكم كده، نعري صفيحة الزبالة كده عشان الناس تعرف ان جوا زبالة. هو يعني ظلمنا الزبالة بصراحة، الزبالة يعني انكترت، ممكن تشم منا ريحة او تاخذ منا فيروس، تمرض، تعالج المرض، لكن هدول سرطان يجب استئصاله للأسف الشديد. يعني ننطق بهالكلمات هاي، هدول جماعة إرهابيين، عشاق الموت، عشاق القتل والدماء، وجماعة خارجين من القرون الوسطى، وعيونهم كل يعني مسكرة، ما شايفين شيء نهائيا. يا مان very judgmental، يعني الناس دي very very judgmental. انت بأي حق انت تحاسب الناس او تحكم على الناس؟ ده وحش وده حلو، وده داخل النار وده داخل الجنة، انت مين انت عشان تحكم على الناس؟ ما تخليك في عيشتك وفي حياتك وفي مشاكلك. طب تشوف ايه مشاكلك ايه وحاول تحلها، بدل ما انت حاطط غيرك في دماغك وعمال تقول ده كافر وده الحد وده بيشرب وده بيرقص وده تمال امك انت. ما تشوف انت حل مشاكلك، انت حاول تعيش، حاول تعيش من غير مساعدات خارجيه. انت مش مكسوف من نفسك، عايش على قفا غيرك؟ شوف مشاكلك ايه وتعالى اقعد شوف هتحلها ازاي. عندك مشكله التعليم، يا عم علم الاجيال اللي طالعه دي، يمكن الحياه تختلف معاك شويه. عندك مشاكل في الصحه، عندك مشاكل ياما، قاعد تتكلم في الحلال وفي الحرام، والمره تلبس والمره ما تلبس، والمره تخرج والمره ما تخرجش، وتقول لي اله ومنطق. منطق ايه واله يا عم؟ ده ما فيش اي نوع من المنطق مع الناس دي خالص، منين المنطق جاي؟ وايه اللي ويعني ايه اللي يخليك ان انت تبدل الراجل عن الست؟ يعني ليه الراجل احسن من الست؟ يعني او ليه الراجل يعني ايه اديني إيه إيه اماره على الكلام ده، بناء على ايه؟ يعني بناء على كلام محمد؟ يعني انا مش يعني ده مش اثبات كافي ان محمد قال كده فانا اسمع كلامه. مش ده مش الست عقلها زي الراجل، توزن بلد برضه، مفيش اي مشاكل.
وماشيين دول النسوان هنا. اشياء كثيره غير منطقيه، اشياء كثيره. ازاي طفله تتجوز؟ يعني انا نفسي افهم ازاي، ازاي الدين ده يحلل لان الطفله اول ما يجي لها الحيض انها ممكن تتجوز؟ ازاي اذا كانت لسه ما اكتملتش عقليا وذهنيا انها تدير بيت، تفتح بيت وتربي اطفال وتطلع نشء وبتاع وتخدم راجل وتخدم، لسه صغيره طفله عايزه تلعب، انت تحلل زواجها وتقول لي اله؟ اله ايه اللي هيعمل كده؟ لو الاله ده اكيد اله متزن واله عاقل، يعرف الصح من الغلط، مش عجين الفلاحه، ده شغل عجين الفلاحه ده الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، اطفال تتجوز وبتاع، ده شغل اي كلام يعني، شغل همبقه في الجبل عندكم هناك ورا عند المعيز اللي انتوا عايشين وسطها هناك، انما ده مش كلام، مش ممكن اله يقول كلام كان زي كده، اله عبيط مثلا، اله مجنون يعني، ما هو يعني الاله خلق البني ادم وعارف ان هي وعارف ان الطفله ديت غير قادره ان هي تكون ام الا بعد 18 سنه، لما توصل 18 سنه انت بقى بتقول ان الاله لا، ده ممكن وهي عندها 10 11 سنه طالما حاضر تتجوز، مش ممكن الاله يخطئ. لو في اله، لا احنا بنقول لو في اله، احنا ما بنقولش ان في اله، احنا بنقول على فرض، هنفترض ان في اله، هذا الاله مش ممكن يعمل الكلام ده، مش ممكن يديك الحق ان انت تقتل غيرك، مش ممكن. ليه اله اهبل يعني، اله عبيط؟ مش ممكن. لو في اله هيكون اله عادل، وبعدين اله عمره ما يكون اله سادي. يعني انا مثلا خلينا ننظر للاله، على ان الاله ده زي الاب كده، زي الاب اللي في الاسره كده. هل ممكن اب يمسك عيل من عياله يذبحه مثلا، او يقول ابنه الكبير يقتل ابنه الصغير؟ عمرك شفت اب عمل كده؟ كان مختل مجنون؟ ما هو الاله نفس الفكره برضه، طالما هو اللي خلقك. انا على فكره نزلت برضو لمستوى تفكيرك ان انت وجود اله، انا لا اؤمن بوجود اله، بس انا نزل لك للحته بتاعتك دي، ان مش ممكن الكون يكون ماشي يا عم، مش ممكن الاله يقول الكلام اللي جاي بيقوله الاسلام ده، مش ممكن. حاجيني بالمنطق، كلمني بالمنطق بالعقلانيه، ازاي مش ممكن؟ ازاي الاله ينسى يبعت الوحي قبل ما محمد يموت ويقول له مين اللي يحكم بعديه ويمسك الخلافه؟ يعني هل محمد اللي ما كانش فاضي مثلا كان في سكرات الموت وما كانش مركز، ولا هل الاله نسي يبعت الوحي مثلا يقول له علي يقول له ابو بكر؟ يعني ايه اللي حصل في الموقف؟ اين الاله من في هذه اللحظه؟ يعني اين الاله في لحظه سكرات موت محمد، وتحديد من سيخلف بعد محمد، مما ترتب عليه صراعات طائفيه وقتل من السنه والشيعه الى يومنا هذا، قتل وذبح وكراهيه غير عاديه بين السنه والشيعه. طب هل الاله مثلا did this on purpose؟ يعني هل الاله قاصد عايز المسلمين يموتوا بعض؟ اين المنطق؟ اين المنطق يا اولاد المنطق؟ اين المنطق؟ على قول انت عادل امام لما بهدل وزرائه يا ولادين او بالاحرى يا ولاد شحيبر. يا ولاد شحيبر صحيح. يعني الناس دي انا مش فاهم، مفيش تفكير خالص، مفيش عقل خالص يميز يفكر يعرف ان الموضوع ده كله فشنكو ومش اساسي، ومفيش محمد ده مش رسول، ومفيش اله، مفيش الكلام ده. لا ما في، لا هو برضه اصطبر، هي ما دام حاجه موروثه عن الاب والاجداد يبقى هي لازم تقدس. لا انزع القدسيه وفكر يا عم انت، وهو شيل القدسيه من قصه محمد دي وفكر كده وادرسها كده واقراها وحكم عقلك، عقلك لوحده هيقول لك من غير ما انا اكلمك، من غير ما جاني يكلمك، اسرد النصوص كده. وبعدين تلاقي منهم بقى يعني لو كان في عقل يفكر فيه، تلاقي منهم ناس يقول لك ايه؟ لا يا عم الاسلام ملوش دعوه بالتراث، بكتب التراث، ابو حنيفه والناس ديت وابن تيميه والناس دي، الناس دي كلامها كلام فارغ ومش ممكن الاسلام يكون كده. طب ما نصوص القران يا عم الحاج فيها الكلام ده، انت بتهرب من ايه؟ انت عايز تجمل ايه وعايز تحل ايه؟ نصوص القران فيها الكلام ده برضه، فيها القتل وفيها الذبح. وبعدين يقول لك لا ده هو ايات القتل ديت علشان زمان كان في حروب وفتوحات اسلاميه. الله، مش ده اخر الرسالات؟ مش ده المفروض يكون صالح لكل زمان ومكان؟ مش المفروض ان هو القران بيقول ان انا اخر كتاب نزلت للبشر، ومفيش اديان، ديانات بعد كده هتيجي بعديه. طب ليه ما يكونش بقى صالح لكل زمان ومكان؟ ليه نازل بلغتهم هم وبعصرهم هم؟ احنا عايزين حاجه بوقت دلوقتي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فاحنا بنطلب من الاخوه المسلمين مع احترامنا الشديد ليهم جميعا ومعتقداتهم، ان هم على الاقل ما
يتخذوش مننا موقف عدائي. احنا عايزين نعيش في مجتمع هادي سلمي، من غير تطرف، من غير تعصب، من غير طائفيه، من غير ذبح وقتل وسفك دماء وخوف. عايزين نعيش في حريه. ويا اخي اعتبر الهك هو اللي هيحاسب الناس دي. اعتبر ان الاله اللي انت بتؤمن بيه ده، لو حد غلط ولا حد عمل حاجه محرمه في كتابك، هو الاله اللي هيحاسبه. تحاسبه انت ليه؟ بتاع ايه؟ انا صعب عليا جدا الشاب اللي بتاع اليمن اللي اسمه عمر ده، ليه كده؟ ليه شاب في عز شبابه يتخطف ويتقتل ليه؟ انتوا مين انتوا؟ بأي حق تعملوا كده يعني؟ فيعني لو اتكلمنا من هنا لنهايه العمر، لن يتغير في هؤلاء، في هذه العقول اي شيء. هي العقول دي صادقه، مصديه، عقول بايظه، خربانه، متشبعه بهذا المرض اللي اسمه الاسلام والجهاد والكلام الفارغ اللي هم بيتكلموا بيه. ده احنا بنحاول يعني نعمل ايه؟ هو الحقد للاسف الشديد، الحقد، الكراهيه هاي اللي معفنه في قلوبهم وفي عقولهم في ضميرهم، هي اهم من كل شيء، اللي يخليهم يعني يفعلوا افعال الوحوش يعني، ليس اكثر ولا اقل. طب احمد، خلينا ننتقل لموضوع تعارض نصوص القران مع العلم الحديث. اذا بتقدر تعطينا امثله، شو بتقدر تقول لنا بهالموضوع هذا؟ تفضل. والله كتير يعني. اللي يحضرني دلوقتي، طبعا اول حاجه نظريه التطور اللي هم بينكروها. لا، نظريه التطور حقيقه، وبدليل الانواع الكتيره. يعني انت ممكن مثلا تلاقي من زهره واحده، زهره نوع واحد من الزهور، 190 ل 200 شكل مختلف من نفس النوع. انت واخد بالك التنوع الشديد ده في الكائنات الحيه والنباتات والحاجات دي، ده يثبت نظريه التطور. وبعدين الحفريات اللي لقيناها، اللي لقوها العلماء يعني وحطوها في المتاحف، ما دي بتثبت طبعا برضو نظريه التطور. البيج بانج، ليه محمد ما اتكلمش عن البيج بانج؟ ليه ما قالش ان يعني انت يعني انت واخد بالك؟ ليه ما قالش ان في يا جماعه الكون ده نشا عن طريق انفجار عظيم وبتاع؟ ليه يعني الاله ما قالوش ليه الكلام ده يبلغه لينا يعني؟ انا مش فاهم. وبعدين هذا الاله غير قادر ان هو يكتب كده في الكتاب. بيقول لك فتقناها فتقا وما بعرف شو، رشقناها رشقا. فتقناها دي النسوان اللي كان بينام معاها كان يفتقها فتقا، انما مش ال... انما مش البيج بانج. لا يا صديقي. حاجه فقع مراره يا راجل. فتقنا مين يا عم؟ فتقنا مين وانت انت عتقت؟ ده انت طالع واكل نازل واكل يا راجل. طبعا العلم هم ده اللي مجننهم امان. العلم، بص، داروين مسك الكرسي وراح ضربه في الكلوب مبوظ الفرح. ده بالظبط اللي داروين عمله، بوظ لهم خلاص، باظت كده. هيدعوا هيجيبوا بقى اثباتات منين؟ ما هو يعني خلصت كده خلاص، واخد بالك؟ احمد، في شغله بصراحه يعني المؤمنين عموما معلقين عليها، وانا بحاول يعني فهمهم اياها هيك بطريقه شوي يعني مثل واحد فهم ولد صغير، انه بيقول لك نحن اصلنا قرد واجدادنا قرود. يعني اذا ممكن بس هيك توضح لنا، وانا راح اعلق كمان على الموضوع هذا. اذا تفضل. لا، احنا مش قرود ولا حاجه. الحقيقه ان احنا والقرود من سلف مشترك. يعني زي ما تقول كده، الانسان والقرد ولاد عم يعني، بس مش احنا اصلنا قرود. لا، احنا اصلنا حاجه شبه القرود، كائن شبه يعني، في صفات مشتركه من القرد والانسان يعني، يجمع بين الشكلين. انما احنا اصلنا قرود؟ لا، احنا مش اصلنا قرود. لا، احنا اصلنا من الايبس. هو الايبس بالانجليزي هي القرود يعني. انا بحاول اشرحها بهالطريقه هي كما يلي. خلينا نقول يعني القرود هي فصيله من فصائل الثدييات. يعني خلينا نقول مثلا القطط تتضمن البساسه، القطط الصغار اللي بنعرفها، الاسوده، النموره، الفهوده، هالانواع هي كلها بتتضمن من فصيله القطط. فصيله القرود بتتضمن الشمبانزيز، الغوريلا، البابون، الانسان، وهل كل انواع القرود.
فالإنسان كان إنسان من بدايته، يعني ما كان غوريلا ولا كان شمبانزيز ولا كان بابون، مثل ما الأسد كان أسد، ما كان فهد وتحول إلى أسد. يعني تطور مع الزمن. خلينا نقول مثلا الأحصنة بين الجحش والبغل والحصان يعني هالأنواع هاي، تعدد الأنواع كلاتنا قرود. القرود هي تشمل الكل، البابون والإنسان والشمبانزيز والغوريلا وكل الأصناف هاي، نحن نوع من هالأنواع القرود هاي. فهي بقدر أشرحها يعني، بس يعني ما حتى لو إحنا قرود يعني إيه اللي يعيب في كده يعني؟ أبدا ما في شيء بيعيب. يقول لهم أنتم مخلوقين من طين وزفت وهباب أزرق على دماغكم، هو كده إيش يعني؟ يعني هاي القرود كلها، الشمبانزيز، الغوريلا، البابون، لهم عيون مثل عيوننا، تم ادانان، يعني بتقدر تنكر هالشيء، لهم ايدين خمس اصابع، اجرين خمس اصابع. ادوات كمان بيستخدموا ادوات للطهي وللتقطيع ولل عملوا لهم دراسات في الغابات وبتاع، لهم بيستخدموا ادوات زي الانسان يعني بالضبط. وعم نشوفهم قدام عيننا مثلنا، يعني شو الغريب فيها؟ شو اللي ما عم بتصدقه انت؟ فهمني شو اللي ما عم بتصدقه؟ يعني هو حتى هو باب ازرق على دماغه ده كده تمام بالضبط. يعني حتى لهم لحى، شفناهم بلحى مثل لحى الحيواني يعني، وبطيخ هذول هالمجرمين هذول الوحوش. مشكلتنا معاهم اجرامهم وتوحشهم والعدوانيه اللي عندهم، هي دي مشكلتنا. صدقني الناس دي لو في حالها، الناس دي لو ما بتهاجمش حد وما بتأذيش حد وما بتقتلش حد، احنا مش هنتكلم عنهم نهائيا. نتكلم عنهم ليه واحنا يعني ناس ما بتأذينيش؟ انا اجيب سيرتهم ليه؟ انما السبب ان انتوا ناس عدوانيين عنصريين. صعب السكوت على افعالكم، يعني لما بنشوف افعالكم الاجراميه دي صعب ان الانسان يشوف الكلام ده ويسكت يعني. بكل تأكيد. عايز اقول حاجه يعني احمد، في عندي اتصال من الاخ جون. اخي جانو حبيبي، تحياتي لك والضيف الكريم الاخ احمد. اليوم انت منور جان حبيبي. تسلم يعني الايام الباقيه ما كنت منور يعني؟ تسلم حبيبي، تسلم، تفضل. طبعا اليوم حلقه مميزه لان عم نتحدث عن المنطق. فالمشكله عند المتدينين بيخافوا انه يسالون نفسهم اسئله، بيخافوا يسالون نفسهم لماذا، اين، كيف. اذا كنت صادق مع نفسك، بس اسال نفسك هذه الاسئله وارجع للوراء للتاريخ الاسلامي وحتى القران، راح تلاقي كلها غير منطقية مثل ما قال الأخ أحمد، وراح تلاقي كلها كذب على كذب، وراح تلاقي كلها أشياء خرافية. عندهم مثل كتير بايخ مثل ما بيقولوا، طلاق الدنيا مهر الجنة. فإذا أنت ليش عايش إذا كانت أطلق الدنيا أو ما ليش انت جيت على الدنيا اصلا؟ فهذه الاشياء وكثير اشياء احنا ما بندخل على العلم، لان العلم بيكون مكشوف على الكذب تبعهم وعلى الدناءة تبعهم وكل شيء. اذا حدا احتاج الى عملية للقلب او لاي شيء يروح عند الشيخ. سؤالي أنا من العراق، لماذا راح السيستاني للندن مشان يتعالج؟ ليش ما راح عند، وأصلا عايش في النجف وكربلاء، ليش ما تعالج هوني؟ ليش راح عند الكفار؟ فرجاء اللي يسمعنا فقط اسألوا نفسكم وتراجعوا، يعني حطوا المعاني والمواقف في ال 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 بالضبط. لا
لا تخلي انه التعاطف وهيك اشياء تسيطر عليكم، راح تلاقي انه كلها اكاذيب، راح تلاقي كلها خرافات. وتحياتي لكم، كان عندي كثير اشياء بس هلا صار راحت عن تفكيري. المهم اتمنى لكم الموفقيه وبحبكم، واخلي الوقت للاصدقاء الاخرين عشان يشاركون. تسلم حبيبي جانو، تسلم حبيبي جانو. ويعني انت رجل شجاع، واظن يعني كفيت ووفيت، يعني ما في اي مشكله. شكرا لك. طيب في عندي اتصال ثاني من الاخ هاني. اخي هاني تفضل. ازاي حضرتك يا استاذ جان؟ وازاي الاستاذ احمد؟ اهلا وسهلا هاني. انا كنت عايز اقول بس لحضرتك مداخله. تفضل. ان فكره ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما في القران، ده خطا، لانه هو اللي فتق هو الرتق، والرتق مفرد، ونتاج هذا الفتق هو السماء والارض. فبالتالي الايه اصلا غلط، هي المفروض ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناه، مش ففتقناهما. وبشكر حضرتك يا استاذ جاك. العفو العفو. يعني يا اخي هاني بصراحه كثير اشياء غير منطقيه، يعني الكلام، حتى الكلام مثل ما يعني كشف لنا نبينا سامي الذيب، يعني اشياء اصلا الترابط الكلمات اللغه ما هي مضبوطه بالقران. ف يعني اين المنطق حتى يجي يساووه اعجاز ولا اعجاز علمي ولا تعجيز العلم؟ يعني بصراحه شكرا لك اخي هاني. شكرا. اشكر حاجه استاذ جان. حبيبي. طيب اخي احمد، شو اول، خلينا نبدا بطلاق، طلاق الدين مهر الجنه. طلاق الدين، طلاق الدنيا، الدنيا اسف، طلاق الدنيا مهر الجنه. في عنا اتصال ثاني كمان من الاخ خانو. مرحبا اخوي. اهلا وسهلا خانو، اهلا وسهلا. بوجه تحيه لاستاذنا احمد دنانا. اهلا بك. بس بدي انا بدي اعقب شغله صغيره، يعني تفضل. انه المنطق هو موجود، مش موجود بكل الاديان، مش بس بالاسلام يعني. اكيد اكيد. انا من خلفيه مسيحيه يعني. اكيد. لكن هو مش موجود بكل الاديان المنطق. وفي شغله مهمه جدا، يعني انه بالنسبه للاسلام، يعني انه يكفيك ان تقرا يعني بس الشمس تغيب في عين حمراء حتى تعرف انه هي مش، انه هو كتاب عقوبه للي بيقراه اصلا، العقوبه. وعلى كلمه انه اعجاز، ما اعجاز، انا بسميه ازعاج علمي. ازعاج علمي. كتاب ازعاج علمي. بالفعل ازعاج علمي. ازعاج للعلماء والمتعلمين والمثقفين. فقط هاي كانت مداخلتي، وشكرا كثير، وحلقه غنيه جدا انا متابعها ومبسوط بها يعني. وتحياتي لفكر ضيفك الراقي جدا. تسلم اخي خالد. شكرا لكم. اخي احمد تفضل. طلاق الدنيا مهر الجنه. انا مش عارف ازاي واحد ممكن ان هو ينهي حياته علشان خرافه. يعني انت ايش عرفك ان في جنه وان الكلام ده حقيقي؟ انت بتنهي حياتك، انت مجنون يا عم انت. يعني انا يتقال لك ده، انا اوعدك بكذا وكذا 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 وكذا، بس انت تروح تقتل الناس اللي هناك، تفجر نفسك فيهم. طب انا ايش ضمني؟ وحتى لو في ريورد، يعني هي عامله زي ايه؟ عامله زي لما تاجر قتال قتله، تقول له هتقتل لي فلان ده وهديك فلوس. هل ده اخلاقيا صح؟ هل ده اخلاقيا الاله يوافق عليه؟ يعني هل منطقي ان لو في اله هيوافق ان على القتل الماجور، انك تاجر واحد عشان يقتل واحد تاني لمجرد اختلافك معاه؟ لما ده برضو من عدم المنطقيه. وبعدين جنه ايه يا سيد انت؟ هو جنه ايه دي اللي فيها نسوان نسوان نسوان؟ هو كان بيوعدكم باللي انتم محرومين منه. الجزيره، شبه الجزيره العربيه دي، نسائها قميئات، مش كلهم بس اغلبهم. طبعا لما كانوا بيشوفوا النساء البيض في الشمال وفي العراق وفي البلاد دي، طبعا كانوا بيتهبلوا بيتجننوا، لان هم ما شافش لحمه بيضة، ما شافش وايت ميت، كان بيجي له جنان. فقال له بقى لا، في الجنه بقى ده في نسوان جميلات وشعور وسدي، في اله هيوصف سدي امراه يقول له وكعوبا اطرابا؟ يعني الاله اللي خلق الكون ده كله هيتكلم عن صدر الست وواقف ومدلدل وشادد
يا اخي يا اخي فين عقلك يا اخي؟ كعوبا اطربا ايه يا عم الحاج انت؟ انا اله عرصه يعني، انا ما بسميه غير عرصه يعني. على راي المذيع، في مذيع هنا عندنا في امريكا مش اسمه مش حاضرني، كان انا سمعته في التلفزيون بيقول ايه؟ بيقول اقذر شيء ان الاله يوعد بالجنس، يعني انت بتوعد بتوعدهم بالجنس بالنكاح، يعني ده شيء قذر جدا يعني. يعني مش مثلا الوعد كان حاجه تانية، مثلا زي مثلا رفاهيه معينه، استمتاع بشيء معين، غير جنس ونكاح ونسوان وثدي ايه يا عم في ايه؟ وتقول لي منطق مين؟ وانت تموت عشان نسوان؟ ما الدنيا فيها نسوان، لما تروح ما تنام مع نسوان زي ما انت عايز. ما الدنيا يعني الحياه دي ما فيهاش نساء، وبعدين ازاي في الدنيا محرم وفي الاخره محلل؟ طب ما لا، طب ما اللي يبقى محلل هنا محلل هنا، او يعني انت فاهم قصدي ايه؟ يعني الخمره حلال في الاخره، نكاح النساء كل يوم 70 80 واحده حلال في الاخره بس حرام في الدنيا. طب ده منطق، ده عقل. طب ما يبقى حلال في الدنيا هو كمان اخر. طيب معنا اتصال من الاخ ليدو، تفضل اخي ليدو. ليدو هل تسمعني؟ انا اسمع. مساء الخير. تفضل. مساء الخير. مساء الخير. في مقولة تقول انه يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدو بدوني بعدوي، وانا اقول يفعل الدين بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوي. قبل كل شيء، وقبل ان ننظر الى كان هناك تطابق الدين مع العلم، يجب أن نرى إذا كان هناك تطابق آيات القرآن مع بعضها البعض. مثل الشهاب الثاقب الذي يضرب الجن. ألو. نعم تفضل سامعينا. مثل الشهاب الذي يضرب الجن والنجم الذي يسقط على الأرض، يعني هذه كارثة، النجم يسقط على الأرض والنجم يقدر يكون أكبر من الأرض، يعني هذه فضيحة علمية. وتوجد فضيحات أخرى مثل فضائح الإعجاز، مثل إعجاز البعوضة التي ما نضرب مثل بعوضة الثمر فوقها التي يكون بها عمي بهلول النجار. آسف يعني أنا ببرنامجي بسميه بهلول النجار، وأرجو من أصدقائي يسموه بهلول النجار. كنا في الابتدائي كان عندنا شعر ولا قصيدة عن عمي منصور النجار، كل ما أسمع يعني زغلول النجار أتذكر القصيدة عمي منصور النجار يعمل ويغني. يعمل وبيده المنشار. نعم يعمل وبيده المنشار. هذه فضائح، مثل فضيحة انشقاق القمر. للأسف. يعني تنقسم مثل ما تريد، يعني هو شعر بصراعه تنشق القمر. في موضوع بصراحه ليدو، في موضوع طالع جديد على اليوتيوب، جي جي يعني الله بده يثبت وجوده ويثبت عظمته، تجي جي جي تشهد له انه هو الله، فجي جي بتنقر وبكتبه الله. شو رايك؟ يا ريت بس يعني هذه تصيبها في كل الديانات، حتى المسيحيين يديروا السيده العذراء. انا ما اظن تقول خرجت لهم في حبه بطاطا وخرجت لهم في حبه طماطم، على فكرة على فكرة الصليب طلع في طيز العنزة كمان. طلع في كل مكان. يعني والشيء الذي أعجبني أكثر في هذه الحصة يعني نكتة الفتق التي قالها أحمد بنانا، يعني هي النكتة التي أعجبتني كثيرا. وأقول لكم السلام عليكم وشكرا على استقبالكم. تسلم حبيبي. طبعا اخي احمد، شو رايك في هاي الله لما بضرب الشياطين بالشو بسموها بالشهوب هو الله قاعد يزقل طوب فوق، جاب عارف البوم بتاع العيد، قاعد يزقل بوم من فوق على الشياطين. شياطين ايه؟ هو في شياطين اللي انتم يا مؤذيين يا قتله يا سفاحين؟ دين ايه اللي انت عايزني اتبعه وانت قتال قتله؟ هو انا ما عنديش عقل افكر واعرف ان انت دينك ده كذبه؟ انت بتكلم مين؟ انت بتكلم مين؟ ازاي نصدقك وانت عدواني وانت شرير وانت سفاح؟ ازاي اصدقك وامن بيك؟ انا اصدق كويس،
اللي ميك سنس، اللي كلامه منطقي، المسالم، اللي بيدعو الناس لان هم يحبوا بعض وان هم يكونوا كويسين مع بعض ومكارم الاخلاق، مش ان واحد يقول لك نروح نغزو عشان ناخد جزيه ونسبي النساء، وان كل اللي بيفكروا فيه سبي النساء والنكاح والفلوس والغنائم اللي بياخدوها من الغزوات اللي بيعملوها. انا اتفرجت على فيديو على اليوتيوب لضابط امن دوله بيحقق مع واد ارهابي في مصر، فبيقول له ايه ضابط امن الدوله، بيقول له احكي لي اللي حصل، بيقول له ما فيش، احنا كنا في العربيه انا واخواني بالله، وقفنا قدام محل الجواهرجي السايغ، وبعدين نزلنا وفتحنا الرشاش على الناس اللي جوه محل الجواهرجي السايغ، قتلناهم كلهم، وبعدين خدنا الغنائم. قال له خدت ايه؟ قال له خدنا غنمت، لقد غنمت، بيقول له كلمه كده. قال له غنمت يعني ايه؟ يعني انت عايز تفهمني اللي بتعمله ده صح وحلال والاله محلل لك ان انت تعمل كده، تخش على محل سايغ تقتل اللي فيه وتاخد الصيغه اللي فيه والفلوس وتقول ان انت كده بتغنم وان دول كفار؟ يا اخي اح بجد، ده حاجه يعني، ده جنان جنان، الناس دي مجانين. لا لا احمد، هذول وسخ الوساخه، انت وصفت ناس وسخه يعني، الشريرين الزعران هذول، الازعر اللي عامل حاله الفتوه، هذول هن يعني، ما في غير الوساخه يعني، غير الندل ما بيعمل هيك، يجي على ناس امنين مهما كان تفكيرهم، معهم مال، لا اقتلهم واخذ نسوانهم واخذ مالهم، ليش؟ لانه من على دين الحق، دين النجاسه، دين بول البعير بالظبط كده. طيب تعدوا كل الحدود، لا انا عايز اقول يعني هم تخطوا كل الحدود وتعدوا كل الحدود، يعني هم يجب ايقافهم، ولو مش الناس دي مش تعقل والناس دي مش هتغير اللي هي بتفكر فيه واسلوب القذر اللي بيتبعوه في ان هم يقتلوا المختلف معاهم ويؤذوا البشر، الناس دي لازم يعني انا اصوت كده افوت فور كيلينج ذوز بيبل توتالي، يعني ما يبقاش لهم وجود على الارض لان دول اذيه للبشر. طيب معنا اتصال من الاخ خانو. اخ خانو تفضل، يظهر نسيت اشياء بدك تقولها، تفضل. لا في شغله خطرت في بالي يعني، بس ضيفك كانوا تعرض للموضوع السري والشبهات هاي. تفضل اخي. لما الرسول صلى الله عليه او صلى الكلب عليه وصلى، انا هيك بحب احكي يعني، تفضل. اجى وحكى انه اغزوا تغنموا بنات الاصفر. اغزوا تبوك تغنموا بنات الاصفر، صح؟ ما حكى لهم اغزوا لتنشروا دين الله، لانه عارفهم هم جنسيين بدو، وهو جنسي كمان بدوي عدل، قالهم اغزوا تغنموا بنات الاصفر، ما لو انه هو رسول صاحب رساله مش كان حكى لهم اغزوا لتنشروا دين الله؟ هاي شغله ثانيه، الاسلام بيستقطب المجرمين فقط، انا زلمه سجنت بتهم ازراء اديان، الاسلام يستقطب المجرمين. أبو مصعب الزرقاوي اللي هو مؤسس القاعدة أو داعش اللي هو الدولة الإسلامية في العراق، كانت قبل ما تصير الدولة الإسلامية في العراق والشام، هو تعرف من منطقة عندنا بالأردن أنا بعرفها اسمها حي معصوم، في منطقة اسمها الزرقاء، محافظة الزرقاء، هاي منطقة كلها زعران، حلو؟ كان مسجون، أنا لما كنت بسجن سمعت عن ناس، أنا ما لاحظته يعني ما لاحظته، لكن سمعت من ناس إنه كان هو من يعني هذا من الناس اللي بلوطوا بالأولاد، هذا اللي صار زعيم تنظيم القاعدة. بس هذا اللي بدي أحكيه. الشغلة الثالثة اللي بدي أحكيها، بس سؤال موجه لضيفك، إنه هلا بيحكونا كثير إحنا بنكون المنتديات، فبتشوف يعني بنحكي بالمنتديات وبنحكي بالجروبات ونقاش مع المسلمين، فبيحكونا يعني إنه اللي بتسويه أمريكا، اللي بتسويه الغرب، بيسويه هذا برضو، عم بقتلوا وبغزوا وبيساووا، شو الفرق؟ بس أنا عارف شو الفرق وعارف شو الجواب، لكن حاب اشوف راي ضيفك. انا بعرف انه لانه الاسلام عم بيعملوا نص الهي، لكن انا ما بلوم هتلر، ما بلوم ستالين، ما بلوم بارك إم سونغ ولا دولة اللي عملوا مجازر مدارك التاريخ، لكن هذول اجوا قانون وضعي هم وضعوه، ما بحكي انه والله قانون الهي وعامل اوسخ منهم، بس بشوف راي ضيفك بالنقطه هاي اذا ممكن. اكيد اكيد اكيد. تفضل خليك معنا اخي خانو، خليك معنا واسمع راي الضيف. تفضل اخي احمد. معلش انا بس عايز اتاكد ان انا فهمت السؤال صح.
الأخ خان بيقول أمريكا يعني أو الغرب مؤذي يعني للبشرية أو بيعتدي على العرب أو كده، ده قصدي السؤال ولا أنا؟ بقول الصراحة يعني هن الصلاعمة، عم بيسأل الأخ خان وعم بيقول الصلاعمة بيسألوا على طول ما الفرق، أو أنتم بتتهموا الإسلام إنه دين دموي. طيب ما يا أخي، أمريكا ذبحت الهنود الحمر عن بكرة أبيهم، ما ستالين ملحد سوى طيب البلاء. انا هرد انا من منظوري، انا من فكري، انا من اللي انا شايفه. تفضل تفضل يا أخي. مفيش بشر معصوم من الخطأ، البشر بيخطأ، والحكومات حكومات الدول ليها اخطاء واخطاء جسيمة. مش معنى ان امريكا في زمن معين من الأزمنة حكومتها عملت خطأ معين ان ده اتس اوكي، ان خلاص بقى كده، خلاص ده شيء منطقي، وان اللي يقدر يعمل كده يعمل كده. لا 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 لا، هم دلوقتي يعني مثلا من ابشع الجرائم اللي امريكا ارتكبتها في حق البشريه من وجهه نظري هيروشيما، اللي انا شايفه يعني ابادت ملايين. اه، فمعنى هل معنى كده ان ده مثال للاخرين ان هم يعملوا زي ما امريكا عملت في هيروشيما؟ لا طبعا، ده خطأ من حكومه في وقت ما عملته، كانت الحرب العالميه الثانيه وحصل اللي حصل، واخد بالك؟ ما بيديش الحق بقى، او احنا خلاص بقى ناخد ده منهج بقى، ان اتس اوكي، نو اتس نوت اوكي، ده كان غلط واحنا ضده. أنا أتفق معك أخوي أحمد، وبحكي لهم أنا دائما يعني برد عليهم إنه إذا أنت صديقك أو جارك مجرم وقاتل وسارق ومغتصب، هل هذا يبرر إن أنت تساوي نفس الجريمة؟ بالظبط بالظبط. أمريكا يعني قوانين وضعية، هي يعني أمريكا بتيجي على الدستور الأمريكي، على القوانين عندهم على الكونغرس، لكن أنتم عم بتجيبوا لنا كتاب تحكوا هذا من إله رحيم، عم تعملوا الجرائم هاي، معناته لا انتم رحيمين ولا الهكم رحيم. كل أمة وكل دولة بتعمل لمصالحها. يعني أنا مثلا شايف إن موضوع الربيع العربي في الميدل إيست بيتكلموا دايما عن إن الربيع العربي دوت أمريكا هي السبب فيه، وأمريكا هي اللي عملت فينا كده وقسمتنا. أقول لك على حاجة، محدش ضرب حد على إيده، دي ثورات قامت برضاكم، أنتوا اللي عملتوها، وانتوا اللي عايزين كده، وانتوا اللي عايزين تشيلوا الحكومات، وانتوا اللي عايزين تقسموا. طب هي امريكا مثلا ما راحتش على بلد زي اليابان وحاولت تقسمها ليه مثلا؟ الخطأ عندك انت عقيدتك وتشددك ومغالاة في الدين والطائفية، وعندك مشاكل كبيرة، عندك مشاكل كبيرة الاخرين ممكن يستغلوها في ان هم يشوفوا مصلحتهم. وبعدين انا لما اشوف مصلحتي انا، دي حاجة ما تعبنيش، انا اشوف ايه اللي ينفعني وينفع بيتي واعمله. انا ما جيتش دخلت بجيوش عندك في ليبيا ولا في ولا في مصر ولا بتاع، وعملت وشلت حكومات وعملت ثورات. انت اللي عايز كده، وانت اللي ضعيف، ضعيف بسبب معتقدك الفاشل اللي موديك في 60 داهيه، وبسبب العنصريه وبسبب الطائفيه اللي عندك. انت اللي ضعيف، انت اللي بتحط نفسك في الموقف دي. خليك قوي، طبق العلمانيه، تحضر، اهتم بالتعليم، مش هيكون لحد عنده الفرصة ان هو يتآمر عليك ويعمل فيك كده. فانت ما تلومش على غيرك، لوم على نفسك بس. اخوي احمد، انا بدي احكي لك شغلة بس صغيرة، يعني انه في مقولة تقال انه انت لا تلوم عدوك لانه قوي، لوم نفسك لانك ضعيف. اي واحد، برافو عليك، برافو عليك، انت كده جبت ايوه اللي انا عايز اقوله بالظبط، برافو عليك. يعني انا ما بلوم اسرائيل انه بتعمل زي هيك، انا بلوم الفلسطينيين انهم ضعاف، لانه العرب ضعاف، لانه العرب مسخره. بالضبط. ثاني شيء، ثاني مداخله عندي، يعني الشغله الثانيه تعقيب على الموضوع هذا، انه زي ما حكيت انت، هي كل دوله بتعمل لمصلحتها، ولما امريكا تيجي تاسس داعش، اذا افترضنا طبعا هو مش من امريكا، هي ما اسسته داعش، ما بيعتمدوا على الدستور الامريكي، بيعتمدوا على القران، هم بيستغلوا العيوب اللي عندك بدينك، قرآنك ونصوصك الإلهية، وخلوك ترتكب المجازر لمصالحهم من وراء نصوصك الدينية، صح ولا لا؟ أنا بحييك على كلامك المرتب المنظم، أنت قلت كل كلمة أنا عايز أقولها، برافو عليك. بكل اختصار يعني هاي
طيب حتى لو امريكا اسست داعش فهي استغلت غباء المسلمين وغباء الدينيه اللي موجود عندهم وايات القتل والذبح وسيره رسول الاسلام صلى الله صلى الكلب عليه وسلم وافعاله واستغلتها لمصالحها وانا احييها كمان. برافو عليك، انا بحييك على الكلام الجميل ده. بالظبط كده، هو بالظبط الوضع كده حبيبي يا اخوي. حبيبي شكرا لك خانو، شكرا كثير لك خانو. حبيبي 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 جم. بالضبط مثل ما قلت، امريكا تستعمل داعش ولم تخترع داعش يعني. طيب انا في اتصل معنا الاخ جانو كمان، فراح ارجع اتصل فيه. اخي جانو تفضل. اخي جانو تفضل. جانو جانو علوة، بس شيل اليوتيوب عشان لانه صدى الصوت. اسف، هلا الصوت واضح؟ تمام تفضل. كان عندي تعقيب على ادخال الاخ خانو عن الامريكان والاسلام. تفضل اخي تفضل. الامريكان بيقتلون بالمسلمين، بالمسلمين اصلا الامريكا ما بتيجي، او ستالين ما اجى، او هتلر ما اجى يقتل بالناس باسم الله. هذا كان ايديولوجيا، وكل ايديولوجيا بالنسبه لي، كل ايديولوجيا عندها حدود، وعي تفكيري وبتنتهي، ومش اي ايديولوجيا صحيحه 100% الى ما لا نهايه. ونحن ضدها على اي حال يعني، نحن ضد القتل مهما كان مصدره يعني. طبعا احنا ضد، احنا ليش احنا ملحدين؟ مشان بنكره القتل. بالضبط، احنا نعتبر الإنسانية فوق الجميع، فوق مثل ما بيقول نيتشه، لسنا سوى قردة. يجب ان نعبر النهر الإنساني لكي نكون الإنسان العلا. فالمشكلة انه المسلمين بيجيبوا اشياء إنسانية مقابل أشياء ربانية أو إلهية. كيف تقارن بين هذا الأشياء الشيئين؟ ما في يعني، الفرق كتير كتير غريب وعجيب ومش منطقي. وهذا كان تعقيبي بالنسبة للمداخلة تبعك. طيب شكرا كتير، أنا كتير بشكرك أخي جانو. طبعا اخي احمد في معنا اتصال كمان من الاخ سهل منهاتن، خلينا نتصل فيه. اهلا اهلا بالغالي حبيبك. طبعا. ما ترد يا سهل. سهل منهاتن زعيم الامه العربيه، تفضل. يا مساء الفل، مساء العسل، مساء الحبايب، مساء الجمال. مساء سهل، مساء الفل. ايه يا عم الحلاوه دي؟ اهايو يا ناس، يا حبايبي يا بتاع اهايو حبيبي. حبيبي حبيبي، اخبارك ايه يا معلم؟ تمام حبيبي تمام، مستمتع باللقاء وفيك والاخ جان حبايبي. I love you guys. انت سهل، سهل وقف شوي، انت كلماتك شوي ملغومه يعني، مثل ما مرة بحلقة من حلقات الأخ النبي سامي الذيب يعني، مفاهيم ملغومة. أنت شو مرة بتقول ننام، شو مرة استمتع فيكم؟ أوكي أوضح. تفضل. اتهمتني كما اتهمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوميا الحلقات اللي لا استطيع رؤيتها بالنهار اشوفها بالليل، فوانا اروح بدي اروح للفراش اشوف اي حلقه هاي مست، وبعدين اروح اسمعها. فمراج تحكي لي مع مين بدك تنام، تنام مع اسماعيل ولا جان ولا احمد ولا شو؟ هذا اللي صار هذا الامر. وبعدين I say I love you, I'm a free man, I say I love you to man, to woman, to any creature that I love. We love you too. We love you too, baby. Well, أنا جد مبسوط جدا بالحلقة. وأما مستر دنانا حبيبة، I love this man. حبيبي. وناكل فسيخ وفطير مشلتت مع سوا.
معكم سال والله على الرحب والساعة. يا ريت نورنا. انت ما تحب. انا عندي ملاحظات على مداخلة الاخ انه اعتقد على امريكا وقتل الجنود الحمر والاسلام وما ما يخصه اليابان والمانيا. تفضل تفضل. اولا اولا كريستوفر كولومبس ذا فيرست يعني اول رجل ابيض دخل للامريكيتين لم يكن امريكي. كان اسباني الجنسية. ولما عفوا معي؟ لا تفضل معك لما استمعنا. فكانت حملة يس باسم دين متعطش لأراضي جديدة بس لم يكن يعني بنصوص حية مثل النصوص القرآنية وما كانش في أمريكا فأكيد كان قتل عصابات اكزاكتلي خلي يتذكر أخوان المسلمين تماما كما فعل محمد بأبناء الجزيرة واليهود والمسيح والعراق وسوريا وشمال أفريقيا وبلاد فارس تماما جاء قضاء عليهم. الفرق كان محمد يقتل باسم إله المزعوم. كريستوفر كولومبس وجماعته فانشت يعني اختفوا بعد فترة وبعدين لما بنيت أمريكا أمريكا يعني immediately اعترفت بأخطاء هؤلاء واعتبرتهم يعني ما أقدر أقول مجرمين بس قاضوهم وهذا مشكلتنا في العالم العربي والإسلامي لا نلجأ مثل الأمم المتحدة أو مقاضاة مثل الغزو الأمريكي للعراق بدل ما يروحون يقاضون الولايات المتحدة الأمريكية في المحافل الدولية صاروا يفجرون ويحاربون وبعدين كما هو الوضع في الإسلام صاروا يقتلوا بعضهم ويذبحوا بعضهم. أعطيكم مثل تماما حصل مثل ما ذكر الأخ أسوأ جريمة بشرية كانت في اليابان هيروشيما وناكازاكي. لم يأتي ياباني واحد لأمريكا وفجر ولو حتى حارب. اوكي فالفرق في التعاليم اليابانيين شافوا الامبراطور مع تبعهم لاول مره في التلفزيون وهو يوقع معاهده السلام لانه كان بمثابه اله لا يعني لا يستطيع ان يروح فقعدوا مع حالهم وفكروا في الامر ليش خسرنا والامريكان ليش ربحوا الحرب وهيك صار ولحد بدأت نهضتهم من ذيك اللحظة وأحسن علاقات عندهم مع أمريكا الآن اللي ضربتهم بالنووي. ألمانيا نفس القصة بس بدون نووي حطمت ألمانيا بالكامل بس ألمانيا كمان يعني قعدوا مع حالهم وشوف ألمانيا وين صارت. البلاد العربية لأنه كلها تفكير إسلامي ومبادئ إسلامية وراح يجي بالي هون مفكر العظيم مهاتما غاندي اللي قال العين بالعين يصبح بالعين بالعين يصبح العالم أعمى بينما الإسلام يشجع العين بالعين والبعد أظلم و يعني القتل والإرهاب و عفا يعني هذه الأمور عفى عليها الزمان. الآن وقت الحوار وقت مقارعة الأعداء ما في أعداء. نظرية المؤامرة لما كان محمد عايش وعند نظرية المؤامرة والهلوسة اللي قاعد على الحائط وفاكر أنه يهودي صاعد فوق السطح يعني ويرمي حجر عليه وطير أبوهم كلهم يعني أمراض محمد النفسية انتقلت إلى العالم الإسلامي بأجمعه. ما يحدث في غزة والضفة الغربية وإسرائيل same thing يعني بدل أن أرفع السلاح وأحارب وأنا عارف أن الخسران لأنه إحنا أسفل يعني اقتصاديا دفاعيا عسكريا whatever إحنا الأسفل why not لما لا أقعد مع هاي الناس وأفتح صفحة جديدة معهم.
على فكرة سأل كريستوفر، رحلة كريستوفر هي أول الإسباني لما دخل أمريكا، يعني هي كانت أصلا نتيجة لفشل المسيحية في الشرق، يعني لما المسلمين العثمانيين لما فتحوا القسطنطينية سكروا على المسيحيين دروب الهند والتجارة مع الهند، فهن يعني بشكل من الأشكال، وكريستوفر يعني دفع كتير بمسألة انه يقنع ملك اسبانيا انه يبعثه برحلة حتى يشوف الهند من الطرف الثاني حتى التجارة ما تخسر وتكبر، يعني فهي كانت نتيجة لصراعات الأديان ببعضها. يعني لما دخلوا الامريكان او الاسبان لما دخلوا اكتشفوا امريكا كان الدين المسيحي المسيطر والدين المسيحي دموي كان بهذاك الوقت، يعني تعرف صحيح. عفوا، وبالمناسبة كريستوفر كولومبس هو ضاع في البحر، هو يعني مش ما كانش عارف انه هذه البلاد الامريكية يعني قارة اخرى، هو على اساس رايح يشوف الهند يعني من الطرف الاخر، يعني كان يس فهو ضاع في المحيط لانه المحيط الاطلسي كبير، فهو يعني ضيع اتجاهه لما نزل، يعني فاكر انه راح للهند فلا منطقة اخرى، صح، وبدأ التاريخ بالضبط. بالمناسبة الهنود يعني سموه الهنود الحمر سكان أصليين، أمريكا اعترفت رسميا بالأخطاء واعتذرت وأعطت تعويضات لكل الهنود، والآن الهنود يعيشون يعني من أغنى طبقات المجتمع ولهم تعويضات ورواتب من الحكومة الأمريكية، مقاطعاتهم أراضيهم، يعني هاي المصيبة اللي إحنا واعيين فيها، صح. احنا ما نقعد مع ماضينا ونقعد نصلحها ويعني نبدي ناخذ خطوات احسن. احنا محمد قال هيك ولازم نروح نقتل البشرية يا جماعة، وهذا سبب فشلنا، ويعني اقولها للمرة للالف وعيد وعيد انه المسلمين سيقتلون بعضهم البعض، يعني لا تستطيعون عمل شيء للآخرين، أنتوا راح تقتلوا بعضكم البعض وتنهوا بعضكم البعض، ويعني مش شماتة بس لا، يعني this is the way it looks، هاي الطريقة اللي واحد اللي يشوف الأمور يقرأ، هاي الطريقة السعودية تقاتل ضد إيران مستخدمة العراق والسوريا ومصر وليبيا، تركيا من فوق، العالم الإسلامي سيقضي على نفسه. صحيح وصراحة مواضيع كثيرة، بس حبيت أدخل ياكم بهذه المداخلة، تسلم أخي، حلقة رائعة و you guys awesome، تسلم أخي، تحية لأهالي لندن وأهالي أوهايو، حبي وسلامات للجميع وكل إخواننا المستمعين، حبيبي سعيد، إذا في عندك أي تعليق أخي أحمد؟ والله زي ما الشباب الجميل عمل مداخلات وقال اللوم ما يكونش اللي على نفسك، انا على طول بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره ان امريكا عملت فينا وساوي، امريكا مش عارف عملت ايه، امريكا انت المشكله فيك، انت المشكله مش في امريكا، انت المفروض تصلح من نفسك، انت المفروض تدرك قيمه ومعنى العلمانيه وتطبقها، انت المفروض ان انت تدع العنصريه والتطرف والطائفية والكراهية التي تملأ قلبك بسبب هذا الدين، تضعها جانبا وتنظر للحياة نظرة مختلفة، وتحاول تغير من ثقافتك، تحاول تطلع أجيال ونشأ طالع جديد مختلف يفكر بطريقة مختلفة، مش بأفكار صلعم، مش بأفكار العدوانية، وزي ما قال أخويا سال هم فعلا هيخلصوا على بعض، هم اوريدي بيخلصوا على بعض، هم شغالين دلوقتي في بعض، أتلف يعني هل هذا ما يعني الإله بتاعك بيقول لك تعمله ان انت تقتل اخوك او جارك، يعني هو ده الدين، يعني ايه الفايدة اللي هتقود على الإله من ان انت تقعد تقتله في بعض، يعني الإله مستمتع، الإله هل هذا الإله سادي، يعني هل هذا الإله مستمتع بالدم وسفك الدماء والرسل اللي بتطير والفيديوهات القبيحة اللي بنشوفها منكم بتحطوها على اليوتيوب، داخلين على بيوت فيها نساء وأطفال وموتينهم عشان مش مسلمين زيكم وتطير الرؤوس وكلام ده، هل ده الإله بتاعك؟ إذا كان هذا الإله بتاعك فأنا أكفر بإلهك، وأنا لا أعتقد في إلهك، وأنا لا أحترم هذا الإله الذي يأمرك بالقتل وسفك الدماء، وأنا مش منك ومش عايز أعرفك وهفضل أنتقد فيك كده، واللي أنت عايز تعمله أعمله.
كل تأكيد إله سادي لا يلزمنا ولا يلزم لا تلزمنا آلهة، نحن أحرار بكل معنى الكلمة، نحن أحرار وما لا تلزمنا آلهة ولن نعبد شيئا، يعني مهما كان شكل الإله هذا. إذا كان في إله مثل ما بدعوا طبعا الخرافات، إذا كان في إله خليه يورجينا نفسه، ما بدنا نحن وسائط مثل محمد ولا يسوع ولا الدلوع ولا بطيخ مبسمر يجي بيننا وبينه يقول والله أنا من مبعوث من فلان، كأنه زلمة مثل ما بنقول بالعنب السوري، كأنه زلمة يجي يفرجينا حاله وخلينا نشوفه ويحكي معنا. ليش يعني يكتب لنا هو كده في السماء كده، يكتب لنا في السماء كده أنا الله ومحمد رسول واعبدوني واسمعوا كلام دي في السماء كده، نشوفها كده زي السحاب كده، يقدر ولا ما يقدرش؟ طبعا يعني، فطبعا خرافات يعني على أساس خرافات. طيب في عندي أخي أحمد من لوليتا بتقول مش السبب، مش بس السبب الوعود الجميلة، ولكن لا تنسى التحذير من العذاب، ده شيء رهيب حتى على مستوى الحياة البشرية، عملوا تجارب على البشر على الطاعة لأوامر الغير أخلاقية يجعل شخص يصعق شخصا آخر بالكهرباء لأنه أجاب إجابة خطأ. دي تجربة حصلت فعلا في أمريكا. الخوف يا أخي، الخوف له سلطة لا تطاق، ما 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 بمعنى مما يعني أظن من مما يمنعني من التفكير هو هذا العذاب. أنا أعترف يعني هو العذاب بيخلي الشخص إنه ما يفكر. الأخ أو الأخت أظن عم تقول إنه اللي بيمنعني من التفكير في مسألة الإله هو الخوف اللي في عقله، في الإرهابي محمد مخوفهم قال لهم في عذاب وفي في نار مستنياكم، وقعد يوصف النار في القرآن وصف دقيق يعني قد ايه هي كبيره وقد ايه، ونبدل جلدكم بجلود تانية لما الجلد يتحرق، وحميم ان ومش حميم ان، وصف مرعب رهيب، ولا افلام الرعب بتاعه هوليود يعني، حاجه يعني قاسيه جدا. وبعدين ما يعني الاله مستفيد ايه من تعذيبي وحرقي يعني، انا مش فاهم. وبعدين انا عملت الاله ايه يعني؟ ده اذا كان في اله اصلا انت ليه ما بتفكرش، ما تفكر تشغل عقلك، هو هيحرقك يعمل بحرقك ايه؟ ايه اللي هيعود عليه من حرقك يعني؟ حاجة غريبة جدا. طيب معي اتصال من الأخ هاني، الأخ هاني بده يحكي لنا نكتة بصراحة، فتفضل أخي هاني. أيوة أستاذ جان، أنا كنت قاعد مع واحد صاحبي دلوقتي بنتفرج على الحلقة، فقال لي نكتة أقولها للأستاذ أحمد. هو أثناء غزوة الخندق كان رسول الله مع عمر وعثمان وكده، فجي عمر نط الخندق ففتق لباسه فقعد يبكي، فجاء عثمان راح رجع شويه وجري جري جري ونط الخندق ففتق لباسه فقعد يبكي، فجاء علي راح رجع قوي 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 وطلع جري 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 ونط ففتق لباسه، فنط رسول الله فلم يفتق لباسه، فسئل لماذا لم يفتق لباسه يا رسول الانسانيه، فرد قال لانه كوتونيل يا اولاد الوسخ. في الأخ عثمان أظن بده يدعي سي مداخل، أنا راح أتصل بالأخ عثمان. تفضل أخي عثمان. أسمعك بس الصوت شوي ما واضح. أيوة أسمعك. تفضل تفضل. لاحظت كلام الأخير أنه كثير من الشيوخ الجدد أو الشيوخ الإسلام المعتدل يقولون أنه سبب كثرة الملحات في مجتمعاتنا هو التشدد الديني، إيش رأيكم بالمقولة هذه؟ ما تشوفون أنه هذه مثلا، أنا أشوفها من وجهة نظري هذا انتصار للملحدين أنه يبدأوا يعترفوا أن التشدد الديني مشكلة، وهو في النهاية شيء كلنا نريده، حتى لو اجتمع المسلمين وحاولوا ينهوا التشدد الديني بينتشر الحد اكثر يعني. وجهه نظر، ايش رايكم فيها؟ تفضل احمد، خليك معنا اخي عثمان. تفضل احمد. أوكي. الحقيقه انا احكي عن تجربتي الشخصيه. التعصب يعني اول ما ظهرت داعش ديت وابتديت اسمع عنها في وسائل الاعلام وفي على الانترنت وكده، انا كنت مسلم ما بفكرش يعني في الحاد ولا بفكر في صحه الاسلام من عدمه، يعني عايش كده وخلاص يعني، فاهم؟
ما فكرتش يعني. بس امتى ابتديت افكر؟ اللي لفت نظري، اللي خبط على الباب، لما ظهر الداعش وظهر التطرف الديني والمغالاه في الدين. ده لفت نظري بقى، زي ما تاخد واحد كف على وشه كده، لا لفت، وقفت بقى قلت الله، لا ده الموضوع في حاجه بقى. تعال بقى ما نشوف الاسلام بيقول ايه. لقينا الاسلام بيقول واحد اتنين تلاته، نفس اللي بيعمله داعش. الله، ده هو ده الاسلام، ده هو ده اللي كان بيعمله محمد زمان في غزواته، ده اللي عمله محمد مع اليهود في خيبر. الله، يعني داعش دول مش جايبين كلام من بره، لا ده ده ماشيين على نهج نبيهم. الله، طب تعالى بقى نرجع ورا كمان حته. لما هو ده الدين وهو ده اللي كان بيعمله محمد، وان داعش ديت ما هي الا جماعه سلفيه تتبع نهج محمد، هل لو محمد ده رسول من جاي من عند اله، هل في اله هيرضى بالكلام ده؟ ومن هنا جه الحادي، ومن هنا عرفت ان مفيش اله، لان لو في اله مش هيبعت واحد يقتل الناس. فهم فعلا التطرف الديني كان بالنسبه لي انا شخصيا زي لما تكون واحد جه خدني قلم على وشي كده فوقني بالظبط كده، زي ما اكون كلت قلم كده على وشي. بقيت اشوف اطفال متدبحه ونسوان بيضربوهم بالرصاص في دماغهم ويدعوا ان هم يعني كوميتن ادلتري، يعني ايه بالعربي؟ بيزنوا ويموتوهم. حتى يا عم لو بتزني انت مال امك انت؟ ما هي حره في بتاعها، انت مالك انت تزني ولا ما تزنيش؟ انت مالك انت؟ انت مين انت تجادج بيبول؟ انت مالك انت؟ واخد بالك؟ لا ده هم بقى معاهم ايه، صك من عند هذا الاله الخفي، ان هم يحاسبوا الناس وان هم يموتوا الناس وان هم يطبقوا اللو بتاعهم على الناس. لا طبعا، كل ده غير منطقي، وكل ده اكد لي ان مفيش ربنا، ربنا ده مش موجود، وربنا ده مش ممكن يكون بعت واحد يموت الناس بالشكل ده. ومن هنا بدات الالحاد. المقصد انه في الاونه القادمه او مثلا كاستراتيجيه حاليا تستخدم، ايش رايكم فيها؟ هل هي لصالحنا او ليست لصالحنا؟ كاستراتيجيه، لا انا مش شايف ان هي لصالحنا، لا مش شايف، لان هم بيقولوا ده الشباب العربي ده الحد علشان الناس اللي هم الخوارج اللي هم المغاليين في الدين، انما الاسلام صحيح. لا الاسلام غير، اصلا غير صحيح. يعني لو تتعمق في دراسه الاسلام وتقرا كتب التراث الاسلامي تعرف ان مش ممكن الكلام ده يكون جاي من عند اله. فاذا الاستراتيجيه ديت مش في صالحنا، لان احنا مش عايزين البشريه كده. ده اولا، احنا اكتر ناس تؤمن بالانسانيه. احنا مش عايزين ان يبقى في قتل، ومش عايزين ان يبقى في دم، ومش عايزين اللي يلحد لمجرد كرهه لهذه الافعال البشعه والقتل وسفك الدماء. انا عايز اللي يلحد. انا عرفت ان انا ملحد لما قريت العلم، لما عرفت يعني ايه بيج بانج، لما قريت التطور عرفت، بقيت بقى 100% اثيست. انما اللي لفت نظري لان الاسلام غير صحيح هو التطرف، لا مش في صالحنا. لا شكرا لك اخي عثمان، شكرا لك. طبعا يعني انا بصراحه عندي كلمه بهالموضوع هذا، انه مساله الالحاد هي قادمه، يعني حتى لو ما كان في اسلام نهائيا والديانات الباقيه، يعني العلم هو اللي يفرض نفسه. يعني اليوم العلم جاب لنا الانترنت، التواصل بين بعضنا، سرعه يا عم انت ما عرفتش، محمد كان عنده انترنت برضه، كان عنده بورنو عليه، الجحش الطائر ها، بيشوف عليه بورنو البلاي بوي. فالعلم هو اللي بيفرض نفسه، يعني العلم هو اللي فرض نفسه، العلم هو اللي اخترع الانترنت، هو اللي خلانا نتواصل، هو اللي خلانا نتبادل الافكار. فيعني خلينا نقول ما كان في اسلام نهائيا، يعني بغض النظر حتى عن داعش وغير داعش والقاعده والجراثيم هذول من جماعه الشيعه والعلويين وكل الحساله هي. يعني حتى لو ما كان في اسلام الالحاد راح ينتشر، يعني حتى لو كان بقيت مثلا على المسيحيه والهندوسيه والبوذيه والخرنفاشية والبطيخية والمسمارية وهل كل العلاك المصديات، العلم هو اللي يفرض نفسه. يعني مهما كان صح مثل ما قال الأخ أحمد، إنه داعش لفتت أنظار الناس،
فيقت النايمين. اللي ما يعني ما انسى لي ما عم بيسألوا بمسألة الإله ولا الدين ولا شيء، عايشين حياتهم، ولكن هالمناظر هي قطع الرقاب وقطع الأيادي والحرق والسلق وكل هذه المناظر اللي شفناها، وآخر شيء اخترعوا في اختراع جديد لداعش يخدين عليها براءة اختراع، الغزف القلب بسكين مباشر بالقلب، هذا هي اختراع جديد لداعش يعني. أوساخ أوساخ بالضبط بالضبط يعني. فالموضوع موضوع العلم يتقدم، وثورة المعلومات هي اللي واخد الساحة مثل ما بقولوا، وتوحد الثقافة الإنسانية راح تكون يعني شئنا أم أبينا يعني. مثلا أفضل مثال على ذلك يعني الشراويل اللي عم نلبسها. في عنا اتصال من الأخ سال، يظهر أصدقائنا سال؟ سال يس سير يس سير تفضل تفضل سال. بس قبل ما أظن أصدقائنا يعني عم بتصلوا ويرجعوا يتصلوا مرة تانية، فعم بنسوا أشياء. تفضل تفضل سال. في مداخلة أخرى من شخص آخر حبيبي. تفضل حبيبي تفضل. اهلا نادين، اظن نادين ما هي. ازيك يا مدام؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضلي اختي. كيفك عزيزي، شو اخبارك؟ تفضلي اختي اهلا وسهلا. شكرا لك وشكرا للاخ احمد. بس كان عندي مداخلة بسيطة، كنت بقرب احد التعليقات باللقاء اللي عملته معك، وبصراحة يعني كان فني بشكل. احد التعليقات احد الاخوه بيحكي لي، اعتقد ان الاخت نادين ما تعرف حق المراه للاسلام، واعتقد كان عن تعدد الزوجات وقتها. ف يعني هي ثينكس اني عندي قله معرفه بما كنت اتحدث عنه بتعدد الزوجات وعدم الانصاف، وكان حديثي بخصوص العائلة، فصراحة تخريب العائلة لما تتعدد الزوجات بيكون أطفال من هذه المرأة ومن الأخرى، ويعني يزرعون حقد وضغينة بين الزوجات والأولاد. فبغض النظر عن كل النتائج السلبية، هم مصرين بجهلهم، حتى ما يعني ما يحاولون يقرؤون القرآن بشكل دقيق ويفسروه بالطريقة الصحيحة، يعني بي 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 بالنقطة اللي بتعدد الزوجات عليهم أن تعدلوا، يعني عليكم أن تعدلوا بين الزوجات. يعني أين العدل؟ كيف يكون عدل لما يكون أكو أربع زوجات؟ وبالمناسبة في بعض منهم يزوجون أربعة، after that يطلق الأولى أو أي واحدة أخرى ويروح يتجوز واحدة ثانية، المهم هو يكون عنده مجموع أربع زوجات. يعني ممكن يتجوز أختي نادين. أختي نادين بس في عندي يعني، أنا آسف للمقاطعة، الشيخ يعقوب متجوز 22 وحدة، طلق وحدة وبتجوز وحدة، كما مثل ما شرحتي يعني بنفس الطريقة على طول عنده أربعة، بس على طول متجدد يعني مثل نبيه. يعني أنت تفهم عن نقطتي جان؟ تمام يعني تمام. هم عم بيطبقوا القرآن، بس هم شوف كيف يعني كيف يحرفوا ويعني وكأنما إحنا الأغبياء، أوكي، اللي ما نفهم، وهم الأذكياء. المهم هو عنده أربعة. يعني اتنجس النبي كان عنده تعدد الزوجات، حتى الحسين بن علي كان يتزوج أربعة مع والعفو الحسن ويطلق ويتزوج، المهم يعني هو يكون مجموع الزوجات عنده أربعة. أوكي، فنقطتي إنه لما يطبقوا القرآن يطبقوه بالطريقة اللي هم عايزين يطبقوها، حتى إذا كانت خطأ.
احنا الخطا، هم برايهم احنا الخطا. شكرا لك يا احمد، كنت رائع. شكر جدا، شكر جزيلا. يعني صار فتره طويله ونشاطاتك عم بتزيد، يعني راح احسدك، سو لازم تقرا من شر ما خلق. انا مش ورايا الا هم يا مدام، مش احمد. اوكي، انا مش ورايا الا هم، انا فكره فاضلهم. نادين قبل ما تروحي، على فكره انا لسه مستني منك انت وسال حلقه مشتركه، يعني ما نسيت الموضوع وعم بذكرك، يعني الكلام لك يا كني واسمعي يا حمايه، مثل ما بقول ما المثل الحلبي عنا، احنا بنحكيها بحاكيك يا بنتي وبسمعك يا كنتي. بالضبط بالضبط بالضبط. اوكي، سو انتم السابقون ونحن اللاحقون، هاو اباوت ذات؟ اكيد 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 يعني انت وزوجتك فيرست. انا وزوجتي، انا بتمنى زوجتي تكون موجوده على، بس زوجتي في بصراحه في مشاكل بالعائله، يعني اكبر من الحجم، يعني بصراحه يعني الوضع اللي عنا للاسف الشديد. اتمنى كل شيء يكون اسهل واسهل، يعني نحن بموضوع اخر بشكل عجيب يعني، واكيد الايام راح تقضي على هالموضوع وراح يحل الموضوع الايام هاي الجايه بالتاكيد. اكيد او لازم نعمل حلقه بخصوص هذا الموضوع، بخصوص ردود افعال اقرب الناس لنا، لان احنا افكارنا تختلف عنهم. صحيح صحيح، وانا انا انا اتحمس لهيك حلقه وراح نعملها، واكيد راح نعملها سوا عن قريب. اكيد نادين، شكرا كثير لك اختي نادين، وراح نكون على اتصال اكيد بكل تاكيد. اوكي عزيزي، شكرا لك وشكرا لاحمد. العفو اختي، العفو. طيب احمد، اخي احمد، راح نرجع لموضوع الاثر السلبي، خلينا نقول للاسلام على الشعوب، يعني هلا خلينا نقول مثلا من المغرب الى الخليج الى باكستان الى افغانستان، كل هالشعوب هاي اللي دخل الاسلام، يعني هلا مثلا خلينا نقول اذا لو ما طالع الاسلام من اسبانيا كان باقيت اسبانيا دولة مثل المغرب، يعني ما رح كان فرق كبير. اليوم انا وزوجتي واطفالي كنا في منطقة بلندن، هون السكان الاغلبية مسلمين. صدقني احمد، صدقني الوساخة الموجودة ما هي معقولة، يعني ما بتقول إن ببريطانيا يا جماعة نحن. ايوه لا، ما انا شفت المناظر دي في نيويورك، في المناطق اللي فيها دايما اللي فيها التعصب الديني، يعني تلاقي الحته اللي فيها المسلمين، الحته اللي فيها اليهود الحاسيدكس، تلاقي دايما مبهدلين ومش منظمين وما يحترموش المرور ويركنوا صف تاني، يعني مش العلمانيه بتنظف، العلمانيه بترفع شأن البني ادم، بتخليك ادمي، بتخليك انسان. الدين للاسف بيخليك مهرجل كده وبايظ كده مش على المستوى اللي العلماني عليه، او الذي لا يؤمن بهذه الخرافات. بس انا كنت عايز اقول نقطه بسرعه، كان الاخت نادين كانت اتكلمت عن تعدد الزوجات في عجاله، يعني انا 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 من وجهه نظري ما هي بعجاله، على راحتك اشرحها. انا بوجهه نظري يعني ليه الست ما تتجوزش اربعه؟ يعني اشمعنى الراجل اللي يتجوز اربعه؟ طب ما الست تتجوز اربع رجاله، يعني انت ايه يعني انت فين المنطق في ده؟ يعني انت ليه مميز الراجل عن الست؟ يعني عشان 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 محمد كان راجل، عشان انت اللي ادعى النبوه كان راجل، يعني على فرض لو اللي ادعت النبوه ست كانت هيبقى ليها كام راجل؟ يعني على فرض ان محمد ده كان انثى ليس بذكر، وجاه وقال انا نبيه وانا ربنا بعتني برساله، كان هيتجوز كام راجل؟ ما هي العملية أهواء شخصية، مش زي ما هم بيدعوا إن هو الإله عايز كده أو الإله بيقول كده. لا 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 لا، هو بص، أنا عامل جروب مسميه ادي له واحد آية. محمد كان كل ما بيجي يحب حاجة يروح ظرف آية، يعني هو عايز موضوع يمشي، يتجوز واحدة يخلص مصلحة بتاعه، يروح مدي واحد آية، يروح كلام من عند ربنا بقى، أنت هتكذب ربنا قال اتجوز أربعة. أنا راجل متزوج،
انا مش عارف يعني ازاي تتجوز، يعني ازاي اربعه في آن واحد، يعني ازاي مشاعرك تقسمها بين الاربع ستات، يعني ده شيء مش يعني صعب جدا، يعني الا اذا كنت هتتعامل مع الاربع ستات دول على انهم سكس ماشين، جاست ا سكس ماشين اونلي، نار هيومن بين. ما انت لو تتعامل معها لانها هيومن بين وهتبادلها مشاعر وعواطف، ومش ينفع تقسم ده على اربعه، مستحيل، بتكذب. فهي انسانه بتشاركك الحياه، في بينكم من بعض مشاعر وارتباط وعهد وكده، ما ينفعش ده يبقى متعدد، ما ينفعش هو بيبقى مع شخص واحد، مع انسانه واحده. وده برضو من الاشياء الغير منطقيه في هذا الدين، احنا بنتكلم عن اللا منطقيه في هذا الدين، برضو تعدد الزوجات من الحاجات الغير منطقيه. الا اذا كنت انت بقى عايز تعملها هور هاوس بقى، انت هي بقى، هو الوضع كده، ما هو جنس بس، هم بيفكروا في جنس بس، اللي انا عايزه اهوائي متعتي، انما مش اسره وزوجه ولا لا 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 لا، هو كل اللي بيفكر فيه ان انا استمتع بالنساء. طبعا ده ظلم للست، ظلم بين للست، ظلم بين للست، ومن الاشياء الكتير غير منطقيه في هذا الدين. تفضل كمل، معلش. بكل تاكيد اخي احمد، بكل تاكيد، يعني نبي الاسلام له احاديث حدث بلا حرج مساله الجنس، يعني مثلا سنه النكاح، وفي هي شلون كيف بيقول الحديث هذا، بيقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، يعني طبعا مساله الحب، الحب الحقيقي اللي بنعرفه نحن كبشر غائبه تماما عن حياه محمد واتباع محمد. بالضبط كده، مساله جنس، يعني اليوم تاخذ اربعه، وممكن تنكح بنت خالك وبنت عمك وبنت جدك وبنت بطيخك وبنت كل هالناس، هي لو شو وين عايشين انتم؟ هل الهدف من الحياه، يعني هل الهدف من وجودنا في هذه الحياه هو النكاح؟ ليس لهذه الحياه اهداف اخرى؟ يعني هل كل المسلمين بيفكروا فيه او اتباع صلعم المتعه الجنسيه؟ المتعه الجنسيه اكيد لازم تكون موجوده في حياه الانسان، بس في حاجات تانية مهمه كتير، انك تربي اطفال، تطلع نشأ صالح في المجتمع، ان انت تثقف نفسك، واخد بالك، دي متعه برضو لما تحب تمسك كتاب جميل تقراه تكون مستمتع بقرايته، ان انت تطور من، انا مثلا عايز اكبر من تجارتي، عايز اكبر عندي بيت، يعني في حاجات تانية بتشغل الانسان وبتحسسه بالسعاده وبتديله الامل وبتديله النشوه زي الجنس، مش جنس، كله جنس، كله نكاح، نسوان 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 كله، يعني هي حياته كلها نسوان، يعني ما خلاش من الاكبر منه ب 25 سنه، والطفله المطلقه ما سابهاش في حالها، الارمله ما سابهاش في حالها، يعني ويقول لك احنا نهج نبينا، وده من عند اله، مش ممكن يكون من عند اله، اله ايه يا عم اللي بتتكلم عنه؟ اله ايه اللي هيدي صلاحيات بالشكل ده للذكور ويعدم حق المراه تماما، ملهاش اي حقوق، تفتحش بقها، تورث نص الذكر، للذكر مثل حظ الانثيين، ليه ما تاخدش زي اخوها؟ ليه؟ وبعدين الراجل عادي ان هو قبل الزواج ان هو يمارس الجنس او يبقى ليه تجارب جنسيه مع الطرف الاخر، لكن الست لا، لو عملت كده ده هي كده ده جريمه رهيبه، ده كده ما حدش بقى يتجوزها بقى تاني، ده كلمت واحد في التليفون، مجتمع ذكوري بحت، مجتمع ذكوري وهاضم حق المراه تماما، مره ايه؟ للاسف الشديد احمد، هنا يعني بهالمجتمع الذكوري المراه يقتلونها على ابتسامه، للاسف الشديد مجتمع منحط الى ابعد الحدود، مجتمع يعني يعجز اللسان عن التعبير عن انحطاط هذا المجتمع البائس الوضيع للاسف الشديد. طيب خلينا بنقطه ونختم فيها الحلقه بنقطه الاثر السلبي للاسلام على الشعوب. شو هي الاثار السلبيه؟ شو ممكن الاسلام، اذا هلا رحنا سوينا اليابان دوله اسلاميه، شو ممكن يصير باليابان؟ او رحنا عملنا روسيا ولا المانيا ولا السويد ولا بريطانيا ولا امريكا، صاروا شعوب مسلمه كلها 100%،
شو ممكن يصير؟ شو هي الآثار اللي ممكن يعيفها الإسلام على المجتمعات؟ تفضل أخي. الإسلام بيكره الشعوب الأخرى في المسلمين، يعني هو السبب كراهية الغرب وتعاليم الإسلام ده. أولا هتبقى منبوذ، لأن تعاليم دينك فيها كراهية وفيها عنف وفيها عدوانية، فأنت مكروه، فأنت إن تؤمن بهذا الشيء أنت بسبب إيمانك به أنت مكروه من الآخرين، لأن الآخرين يعلمون تماما أنك تؤمن بالعنف وتبيح القتل والعنصرية، كل هذا في تعليم دينك. فإذا كراهية الآخرين لك دي أول حاجة كده، وش يعني استباحة، يعني بيجيب الكراهية. إسلام بص، ما أنا أحبك إزاي وأنت بالشكل ده وأنت عدواني كده؟ أنت واخد بالك؟ مش ممكن. يعني مثلا تبص مثلا تلاقي إيه؟ نظرة الأجانب لسياح من الميدل إيست غير نظرتهم لسياح من اليابان مثلا أو من الصين. تلاقي يحترموا الصينيين ويحترموا اليابانيين، وعارفين ان الناس دي مش عدوانية، عارفين ان الناس دي ما بتكرهش، عارفين ان الناس دي مش جادجمنتال، انما عارفين ان الميدل ايسترنز دول بيجادج ذم، عارفين ان الميدل ايسترن دول بيبصوا لهم على انهم كفار وعلى انهم ناس مش كويسة. فطبعا انا لما اكون عارف ان انت بتبص لي النظرة دي هحبك ازاي او احترمك ازاي. ده هو بس العلمانية هي السبب في وجود هؤلاء البشر هنا في البلد دي، لأن العلمانية بتدي الحقوق للجميع، واخد بالك؟ إنما لولا العلمانية هؤلاء البشر ما يقعدوا ده قاعدين هنا. ده انت تتفرج عليهم، ده حاجة تغيظ، قاعد واخد بالك بمراته بعياله ومنقبها ومربسها الخيمة السوداء ومربي دقنه وليه مصدر رزق هنا، والحكومة عمالة تديله في مساعدات وتأمين صحي له ولعياله وتعليم بالمجاني لعياله، ومع ذلك بيهاجم البلد وبيهاجم اسلوب حياه الناس هنا. طب ما تمشي من هنا، ما تروح تقعد يا عم في مكه. انت ايه اللي معادك هنا عندنا؟ انت ايه اللي معادك هنا؟ انت ما دام شايف ان ده مجتمع كافر ومجتمع وسخ، انت ايه اللي معادك في المجتمع ده؟ روح يا عم اقعد، خلي السعوديه، ورينا السعوديه تقعدك عندها ازاي؟ كانت قعدت السوريين، المانيا اللي خدت السوريين ومصر. انما انت روح كده بلد محمد كده وقول لهم قعدوني عندكم وادوني هيلث كير وادوني فود ستامب وادوني الحاجات دي، والله ما يدخلوك جوه عندهم اصلا اساسا. فيعني هم متناقضين. الاسلام في مصر دي كانت في الخمسينات والستينات كانت يعني متحرره كتير عن الايام دي. يعني انا كنت اشوف صور لجامعة القاهرة مثلا سنة 60، وشكل الطلبة وشكل الطالبات كان 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 غير دلوقتي. البنات بتلبس على الموضة وقصير وشعرهم وبتاع، واخد بالك؟ اتفرج النهارده المناظر جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، لو تخش على النت وتشوف فيديوهات ولا حاجة بالخيم اللي بيلبسوها دي ومخبيين وشوشهم ومش عارف ايه، واللي داخلة تلقي محاضرة ومخبيها وشها. طب ما الطالب عايز يشوف تعبيرات وشك كنت بتشرحي. لا، هم ما لهمش دعوه، هم وصلوا من التطرف، لان يعني لا بد ان تخفي معالم وجه المراه تماما. وجه المراه ده عوره ما يبانش. يعني سبب ما نحن فيه وسبب مشاكلنا هذه العقيده. ان لم ندع هذه العقيده جانبا ونطبق العلمانيه لن ينصلح حالنا نهائيا. ان لم تطبق القوانين الوضعية وان كل طوائف المجتمع تقعد مع بعض ونشوف عايزين نعيش الحياة دي ازاي ونحط قوانين وقواعد نعيش بها الدنيا ديت، والديانات دي يكون مكانها داخل دور العبادة فقط لا غير، للراغب ان هو يمارس هذه الديانات، لن ينصلح بلدنا. عمر اللي بيقول لك الاسلام هو الحل ده كاذب. بالك قرون تقول الاسلام هو الحل. الاسلام حل ايه؟ حل ايه الاسلام؟ ده الاسلام خربها. ايه الحلول اللي عملها الاسلام؟ يعني قول لي كده على الحلول، يعني في اي مجال، في المجال في البحث العلمي مثلا، الاسلام عمل حاجه، حل حاجه، اضاف جديد للبشريه؟ قول لي، فهمني، ما يمكن اقتنع، اقنعني. ماذا فعل هذا الاسلام غير الكراهيه؟ تنزل مصر
شوف واحد، طبعا المسيحيين في مصر 10% من المجتمع، 90% مسلمين و10% مسيحيين، انا بيصعبوا عليا المسيحيين. يعدي ناس في حالها انا بقى ريشه، ما هو ثقافته كده، هو اتربى على كده، يتريق عليه ويضايقه. تركب المواصلات العامه تلاقي السواق معلي القران على الاخر. طب في مسيحيين قاعدين في ام الاتوبيس، ذنب دين امه ايه؟ هو يسمع قرانك، هو لا يؤمن بيه. انت ليه بتفر يعني؟ انت عايز تطفشهم مثلا، عايز هليك لوحدك؟ مش هيحصل. العلمانية ثم العلمانية، لا بديل عنها من اجل حياة افضل. بكل تأكيد اخي احمد، بكل تأكيد، يعني العلمانية هي الحل، وهي راح تسود يعني غصب عن هالبقر للأسف الشديد. يعني خلونا نحكي كلام غير لائق، ولكن هذا هو الوضع. يعني أنا لما نحكي الحكي هذا، لأنه حكي واقعي، نحن يعني قطيع من الأبقار للأسف الشديد. الإسلام جعل من هالناس قطيع لا تفقه شيء غير الزعاق والشتائم مثل ما قال الأخ أحمد، شو اللي قدمتوه للبشرية؟ يعني شو قدمتوه للأسف الشديد غير الكراهية والحقد والأسود هذا اللي دافن معفن بعقولكم للأسف الشديد. طيب أنا بدي أنوه أصدقائي، بكرة طبعا عنا حلقتين، بكرة الساعة 5 مع الأخ أمير البحث شجاع البغدادي حبيبنا، عن تطور الحياة، نشأة تطور الحياة من الكائنات الكبرى البرمائيات إلى ما وصلنا لحد الديناصورات. فبكرة حلقتنا مميزة مع الأخ أمير البحث شجاع البغدادي، الساعة 5 بتوقيت لندن، والساعة 8 عن حلقة كمان تانية مميزة مع الأخت نيكي من القطرية. طبعا انا في موضوع احمد بدي اخذ رايك فيه بصراحه، يعني لما استضفنا الاخت شاي قالوا هاي مي جزائريه، لما استضفنا الاخت ميساء قالوا هاي مي اماراتيه، وهلا عم نستضيف الاخت نيكي عم بيقولوا هاي مي قطريه. شو رايك بالموضوع هذا؟ انه لا لا لا، هاي مي قطريه، هاي مي اماراتيه، هاي مي خليجيه، هاي مي عربيه، هاي مي هالحكي هذا، شو رايك بالموضوع؟ تفضل. ما هم معروف عنهم ان هم اعداء الواقع، الرياليتي، they have a problem with reality، يعني they don't want to live reality. هم عايشين في اوهام، في وهم ان هم دينهم هو اللي صح، وان هم ما عندهمش مرتدين، وان هم ما عندهمش نساء يخرجوا عن قواعد وتعريف المجتمع. لا، في واللي بيقرا بيكتشف حياتكم ان انتوا على باطل، وان ده مش حقيقي، وان ده من صنع البشر، وان ده مش دين، وعادي جدا ما تستغربوش يعني. وبعدين ده بالعكس، ده انت، انا لما يخرج من مصر ملحد ويعلن عن الالحاد وانا بفخر بيه، وانا اقول مش عندي ليه؟ انتوا بتقولوا كده لان انتوا عارفين ان انتوا دينكم الى فناء، انتهى، is dying، يعني بيحتضر بكل معنى الكلمة، يحتضر. إذا ما كان مات صار جثة هامدة. والأسف الشديد المسلمين يحاولون أن يحيي هالجثة الهامدة بشو؟ بالإرهاب. بشو؟ باضطهاد المرأة، وهالحكي الفاضي، وبالكذب، وبالخزعبلات، بأشياء غير منطقية نهائيا. ولن يفلحوا طبعا، لأنه الميت لن يعود، جثة ميتة وطلعت ريحتها، وريحتها وصلت لهالبلدان هاي، وريحة معفنة، فما في غير أنه تخترعوا لكم شيء مبيد حشري ترموا هالجثة هاي تدفنوها ونخلص من الريحة. ترم الميت دفنوا، على رأي حمد، أستاذ حمد عبد الصمد، ادفنوه يعني ريحته طلعت ونتن بقى وعرفنا في عيشتنا بقى، ادفنوه بقى، خلينا نخلص بقى، مات خلاص. بالضبط. طيب أخي أحمد، كلمة أخيرة بتحب تقولها بالحلقة هاي حتى نختم الحلقة؟ والله أنا عايز أقول إحنا مش زي ما المسلمين فاكرين عننا، إن إحنا
عشان ملحدين احنا اشرار، او ان احنا لا لا لا، او بنشرب كوبايه دم بالليل، او بنفطر بطفل الصبح بنحطه في الفرن. لا لا لا، مفيش حاجه زي كده. احنا بشر زينا زيكم، احنا كل الفرق بيننا وبينكم ان احنا عرفنا الحقيقه، وان احنا نتمنى ان انتوا كمان تعرفوا الحقيقه. احنا عايزين نعيش في مجتمع مسالم، خالي من العنف، وخالي من العنصريه، وخالي من الكراهيه. عايزين نعيش مجتمع انساني، ما فيش فرق بين ابيض واحمر واخضر واصفر، كلنا بشر وكلنا لنا حقوق في المجتمع، ومحدش افضل من حد، ومحدش معاه الحقيقه المطلقه. كلنا من حقنا ان احنا نعيش في سلام وفي امان، بعيدا عن هذا الدين العنيف الذي يحث على القتل والعنف وسفك الدماء. انا بتشكرك كثير اخي احمد، بتشكرك كثير على وقتك الرائع اللي اعطيتنا اياه، وصراحه بفكرك النير اللي شاركتنا، واتمنى من كل المتابعين المؤمنين، يعني خصوصا المؤمنين، انه يا جماعه يعني دعوه للتفكير، دعوه للتفكير، شغلوا مخكم، يعني شغلوا مخكم لدقائق. ليش نحن وضعنا بهالحال هي؟ ليش نحن بحروب؟ الاخ يقتل اخوه، الولد يقتل امه، شو هالحقد هذا؟ فكروا بهالاشياء هي، انه ليش نحن ما بنحب اكثر من حقدنا؟ يعني ليش ما بنحب اولادنا اكثر من حقدنا لبعضنا؟ يعني فكروا شوي بمستقبل الاطفال، فكروا باوطانكم، فكروا بجيرانكم، بناسكم، وبعدين شو نتيجة القتل؟ يعني فكروا فيها شوي. يا ريت تكون هالكلمات هي مثل ما بقول الاخ احمد، مثل ما قال، يعني تكون هيك محرك، محفز شوي للتفكير. يعني انا بشكرك كثير اخي احمد، وبشكركم اعزائي المشاهدين المتابعة، الى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لك كثير اخي احمد. شكرا جدا جون، شكرا استضافتك، شكرا حبيبي. شكرا الى اللقاء اصدقائي، الى اللقاء.